الله، فين البشام بتاعك؟ يعني ايه؟ الأرض اتشقت وبلعته؟ فين البشام بتاعك؟ فين البرشام بتاعي يا بدرية؟ ما قلتلك معرفش. يعني ايه ما تعرفيش؟ يعني ايه؟ أنا عايزه في الدرج قبل ما أنزل الصبح. راح فين؟ راح فين؟ يا راجل بابا اتكلم يا راجل، أنت ما بقتش تعرف تصل دورك من غيره. وأنت مالي عليك أصل طولي ولا ما بصلش طولي؟ بتخافي عليا أوي؟ أنت اللي خدت البرشام يا بدرية، أنت مخبياه. أنت مخبياه البرشام يا بدرية. وأنت كيف صحتك؟ الحين حاسس إنه يعرفوا إن أمهم بقى مدمن. مدمن مدمن! أنا هات البرشام. وانت القطعة بتاعتك اما تشوف اخرتها مع الزفت ده ايه؟ هاي انت نمت ولا ايه؟ الشاي اهلا 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 هو انت مش عايز تقولي حاجة؟ لا انا عايز اقول حاجات كتير هو في حاجة معينة يعني لازم اقولها؟ لا خالص يعني اي حاجة. ليه انا ما بحبش السؤال ده خالص؟ بس انا بقى بحب اسأله كتير على فكرة، عشان لو مخبي علي حاجة افكرك تقولها لي. انا فاكر كويس قوي ان انا مش مخبي عليك حاجة، ولو ظهر لك حاجة بعد كده ابقى اعملي اللي انت عايزاه. ماشي هصدقك. طب انا بقى انا عندي حاجه عايزه اقولها لك. ايوه كده، انا قلت الواحد كل وتقل. قولي حبيبي. عايزه ارجع الجامعه، ما هو ما ينفعش يبقى معايا دكتوراه واقعد هنا كده في البيت. اقنعتيني في لحظه تصوري، صح. انت لازم فعلا ترجعي يعني. البنت بقى اللي عندنا دي ان شاء الله هتروح معاكي الجامعه ولا تيجي معايا؟ لا انا عندي فكره، انت تروحي الجامعة وانا اقعد من الشغل واقعد بالبيت. لا يا روحي، لا كده ولا كده ولا كده. هنجيب شغالة. اهو بصي اهو. نعم انا بنتي ما تربيهاش شغالة. مين قالك بس يا حياتي ان بنتك هتربيها شغالة؟ بنتك ما فيش حد هيربيها غيري انا. الشغالة دي بس في الفترة اللي هبقى فيها في الجامعة، وبعدين انا مش هجيب شغالة زي اللي انت عارفهم دول. انا هجيب شغالة من الفلبين. مش غالب ليه من الفلبيني؟ من الفلبين؟ جرالك يا بدرية، هتحط احمر واخضر قبل ما تنامي كمان؟ ده مش احمر واخضر يا ابو العريف. امال ايه؟ حق مرهم؟ لا يا حبيبي، ده كريم، كريم بيطري الوش، جايبهولي مدام تهاني من امريكا. مدام تهاني؟ مرات جناب المحافظ؟ امال ايه؟ وش معنى من امريكا يعني؟ ما في منه في الجيزة. لا طبعا مش ده، ده مفيش منه الا في بلاد بر، ده بتاع الناس العلاوي قوي، بيحطوه على وشهم عشان وشهم ما يكرمش ولا يبان عليهم العجز. وانت وشك في ايه؟ ده انت زي القمر، ده انت ولا تكوني بنت بنوت. وماله؟ ما فيهاش حاجه لما اهتم ببشرتي وجمالي وصحتي. الدور والباقي عليك انت اللي هتدمر صحتك بالبرشام اللي بتتعطاه ده. لا والنبي يا بدريه، وحياه ابوكي ما تعكنينيني، وقفلي على موضوع البرشام ده خالص. والله انا حاسه ان ما في حاجه هتضيعك ولا تضيع فلوسك الا الهباب ده. انا بالصلاه على النبي لو اشتريت مصنعين برشام وشربتهم ولا ياثروا في فلوسي. وبعدين بيني وبينك انا باخد البرشام ده عشان اركز واصحصح واشوف المصلحه رايحه فين. براحتك يا اخويا، خليك كده راكب دماغك لحد ما تلبس بيها في حيطه. يا ساتر يا رب، ده انت بتحب الغم قد عينيكي. يا الله يا الله. توفيق كيفا؟ اصحى يا ده، ابوك جاي قلق. يا محمد حرام عليك، سيب الواد نايم. يصحى يقعد معايا شويه بعد كده ينام. يقعد معاك فين بس؟ ده لو صحي مش هيعرف ينام تاني وهيصحى لي بكره مقرف. اصحى يا تيفا. يلا يا حبيبي ربنا يهديك، قوم معايا. يلا يلا يا نعمه، ما نلحقش اقعد معاك خالص يا نعمه، والصبح بنزل على طول. يا سيدي يبقى خد اجازه والعب معاك براحتك. اجازه؟ اسمع من بقك ربنا، ده احنا ما عندناش وقت نهرش حتى. على فكره اخويا صالح كان عندي النهارده عايز يبيع المحل بتاعه ويديك الفلوس تشغله. طب ولما يبيع المحل بتاعه يشتغل ايه؟ سالته نفس السؤال، قال لي بدل هيجي لي فلوس كل شهر ايه اللي يخليني اشتغل. والله العظيم اخوك ده رايق. ماشي يا ستي، خليه يبيع المحل ويخلص وفي اي وقت يجيب الفلوس. بس هو كان نفسه في فايده كبيره شويه. يا سلام، خلاص
احنا في العادي بندي فايده 30%، عشان خاطر القمر هخليهم 35، بس اوعى تخليه يجيب سيره لحد عشان يفتح علينا فتح. حاضر، ربنا ما يحرمنيش منك يا رب. طب يلا بقى قومي صحي الواد يمكن يصحى معاك. يلا يا نعمه قوم. وكل امهات الكتب الاسلاميه، البخاري وتفسير القرطبي وابن كثير، ان شاء الله باذن الله حاجه، وكتب كتير ناويين نطبعها في هذا المجال. اعملوا كل اللي انتوا عايزينه، مصلحه الكتب دي مش شغلتي انا، كل اللي يهمني مجلس اداره الشركه، عايز فيها اسامي تخط، عايز اسامي تعمل تقل للدار، يعني الناس اللي بتشتري الكتب دي لا مؤاخذه تشتري كده على السامع غمضي. انا اقترحت كام اسم من اساتذه الازهر الشريف وكم اسم من اساتذه دار العلوم، وهم قدامك يا حاج فتحي، اختار منهم اللي انت عايزه. اللهم صل على النبي، الله يبارك فيك يا شيخ عمر. ها بص معايا يا احمد. الله الله. بص بقى يا سيدي، انا اللي يهمني في الاسامي دي كلها الدكتور عبد الغفور ياسين. ايوه يا حاج فتحي، بس ده مش افضل الاسماء، في ناس اكتر منه بكتير تفوقه. ازاي الكلام ده يا شيخ عمر؟ ده الدكتور عبد الغفور ياسين ده الخطيب بتاع جامع عمرو بن العاص، حبايبه ومريدينه كتير، وبعدين هو الوحيد اللي مكتوب في الاسامي دي وطلع عضو مجلس شورى. لا انت تجيبولي من تحت الارض، ده ضروري يبقى عضو مجلس اداره. يا حاج فتحي ده مشاغله كتير واحنا هنتعب عشان نتفق معاه. يا سبحان الله، وبدل ما هنتعب كاتب لي اسمي في الكشف ليه؟ معلش. وبعد ما نتعب يا اخي، انت فاكر الشغل بالسهل؟ خلاص يا حاج الله يبارك لك، اهدى شويه. ده فاكر الشغل بالسهل يا احمد؟ خلاص يا حاج خلاص، اهدى انت بقى لو سمحت، اعتبر الموضوع منتهي يا سيدي، لو عايزه من بكره يشتغل رئيس مجلس اداره. لا مفيش اي حد يبقى رئيس مجلس الاداره في شركه من شركاتنا غير انا او انت او محمد اخوك، الكلام ده واضح للجميع. الحاج احمد الريان رئيس مجلس اداره شركه الريان للتراث يا دكتور. اكرمك الله، اكرمك الله يا مولانا العفو، يعني دي مجرد رئاسه شرفيه كده يا دكتور، انما في الحقيقه الرئاسه الحقيقيه لاعضاء مجلس الاداره. اهلا بيك يا حاج احمد. الحاج احمد الريان عايز يتبارك بوجود حضرتك في عضويه مجلس اداره الشركه يا دكتور. والله يا فندم هي امنيه، ان شاء الله ربنا يكرمنا بيه بامر الله تعالى. انا اصلي في الحقيقه مولانا بصبو ان شاء الله ان الدار تكون أكبر دار في الشرق الأوسط. أنا ما أقدرش أرفض طلب لفضيلة الشيخ العشماوي، اللي يشوفه فضيلته يكون بعون الله. بارك الله فيك يا دكتور. الله 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 الله. دينا فحات من عند ربنا سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين. طبعا يا فندم مقام حضرتك فوق كل اللي أنا هقوله ده، بس يعني من باب العلم بالتفاصيل إن شاء الله اللي هتأمر بيه حضرتك جاهز. المكتب موجود يا فندم، وإن شاء الله حضرتك تشرفه في أي وقت. مواعيد مجلس الإدارة هنعملها بما يتناسب، وانشغالات حضرتك في الجامعة إن شاء الله. وفي يعني حاجة بنعتبرها مفاجأة صغيرة كده من عندنا، إننا إن شاء الله هنطبع كل الخطب بتاعة حضرتك في مسجد جامع عمرو ونزعها. وفي كمان مجموعة البرامج الدينية اللي أنا صورتها، ده دول لوحدهم مكتبة، عدد ضخم جدا من الحلقات. الله 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 الله، نفحات نفحات من عند ربنا، الحمد لله رب العالمين. أبشر حضرتك إن إحنا عندنا قسم للتسجيلات والقرآن الكريم، ممكن جدا نضيف إليه قسم الفيديو إن شاء الله كمان. على بركة الله. بس هو الحقيقة بقى أنا ليا شرط، ده بعد إذن فضيلة الشيخ طبعا. خد راحتك يا دكتور، العقد شريعة إيه؟ المتعاقدين. الله ينور عليك، شريعة المتعاقدين، لازم تتفقوا على كل حاجة، ها؟ والرضا أساس القبول بمشيئة الله. اتفضل أؤمر يا دكتور. هو الحقيقة عشان أشتغل كويس ونبلي بلاء حسنا، فأنا لازم أكون مميز عن بقية أعضاء مجلس الإدارة، يعني عشان ما يبقاش في غضاضة لو في شوية توجيهات أو تعليمات. تحت أمرك. طيب يضاف لمسؤوليات حضرتك أنك تبقى نائب رئيس مجلس الإدارة. مش بس كده بقى، إن شاء الله يا دكتور حضرتك تبقى المستشار الديني لكل شركات الريان، مش بس الريان للتراث. إيه رأيك؟ الله 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 الله، بارك الله فيك يا حاج أحمد. لك أي طلبات تانية يا دكتور؟ هو الحقيقة طلب صغير، انطلاقا بقى من إني بقيت نائب رئيس مجلس الإدارة. أؤمر يا سيادة النائب. أختار معاك أعضاء مجلس الإدارة. ياكو. الله الله الله، عفارم عليك يا حاج أحمد. شفت يا شيخ عمر؟ الحمد لله رب العالمين. لا وفي الحقيقة الراجل كان متعاون جدا جدا، لدرجة انه بنفسه قاعد ينقي اعضاء مجلس الادارة وكأن الشركة شركته. على فكرة
ده الكشف اللي طلعناه بالاسماء المقترحه يعني. اللهم صل على النبي. وانا الحمد لله اتفقت مع الدار اللي هتوزع لنا في الكويت والبحرين والامارات كمان. الله. بارك الله فيك يا شيخ ابراهيم. ايوه احمد، بس الاسامي دي ناقصه اسم حد مهم قوي، عايزين اسم حد يكون مدير كده في المؤسسات الكبيره، مؤسسه الاهرام، مؤسسه اخبار اليوم، دار الهلال. لا لو كده بقى يبقى طبيعي او منطقي بقى الاهرام، لان الاهرام هي اللي بتطبع وهي اللي هتوزع. تمام، يبقى من الاهرام نجيب اي حد يبقى في مجلس الاداره. مفيش مشكله يا احمد، بس انا مش عايز اقل من مدير عام المؤسسه. يا حاج ما تبالغش، الله يبارك لك، قول مدير عام المطابع، ما تبداش بالعالي كده. يا احمد يا حبيبي يا اخويا، العالي يحب العالي. العالي هو الله يا حاج فتحي. احنا نسيبكم تتفقوا، يلا بينا يا شيخ ابراهيم. لا 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 لا، لو سمحت لو سمحت لو سمحت، عرفونا الاول ايه ظروف المكتبات. احنا ان شاء الله هنبتدي بمكتبه وسط البلد. مكتبه واحده ما تنفعش، عايزين على الاقل 10 15 مكتبه، 5 يتنطوروا في المحافظات، ولو بقوا اكتر هيبقى خير وبركه ان شاء الله بامر الله تعالى هيبقوا اكتر. بس انا متهيألي ان ده مش مهم قوي يعني دلوقتي يا حاج. يا سبحان الله، ازاي مش مهم يا احمد؟ كتب من غير مكتبات يبقى ملهاش لازمه. مع احترامي الشديد يا حاج، الاهم من المكتبات المطبعه اللي هتطبع الكتب اللي هتتحط في المكتبات. احنا خطوتنا اللي جايه واللي لازم ندرسها كويس قوي هي المطابع، ولازم نحسم ده دلوقتي لو سمحت. انا شخصيا ما عنديش مانع، بس مش عايز حد في الدنيا دي كلها يعرف ليه احنا عايزين نعمل مطبعه. بعدين يحاربونا في السوق. تجار الذهب متضايقين قوي مننا يا محمد. ليه بقى ان شاء الله؟ ليه بقى ان شاء الله؟ الناس قاعدين ينشوا في محلاتهم، غير نصهم جابوا فلوسهم عشان يوظفوها عندنا. طب ما هم بيوظفوها عندنا عشان بنكسبهم زي الذهب واكتر يا حبش. بقول لك ايه، انا ما عدتش راح الصاغه تاني، لو شافوني هناك هياكلوني اكل. ياكلوك ايه يا عم، هي سايبه ولا ايه؟ بعدين كلهم عارفين ان مديريه الامن تبعنا وبتاعتنا، ما تخافش محدش هيقدر يقرب لك. وبعدين احنا مالنا؟ مش ذنبنا ان احنا شاطرين وبنعرف نشتغل. احنا ما ضربناش حد على ايده يا حبش، هم باعوا واحنا اشترينا. الو، اي حاج فكري؟ ها، حلو قوي قوي الكلام ده كده. هانت يا حاج فكري، الله يبارك لك، الله يبارك لك يا حاج فكري، مع الف سلام. فاضل 100 مليون جنيه يا حبشي ونقفل اول مليار. محمد، المليار ده اللي قدامه 9 اصفار بالظبط يا حبشي. طب وهنجيب مشاريع منين عشان تغطي الارباح دي كلها؟ لا ما تقلقش، كل حاجه معمول حسابها. ما قلقش ازاي يا محمد، انا بدات اقلق. وبعدين موضوع اخبار توظيف الفلوس دي بقى مسمع في السوق، والناس بيروحوا محلات السمك والذهب وبيقولوا نودي فلوسنا فين. انا من رايي ما نقبلش حد تاني، وكفايه علينا الفلوس اللي احنا واخدينها من التجار. قول لي يا حبشي، احنا بقى عندنا كم مودع دلوقتي تقريبا؟ يعني حوالي 1000 تاجر، منهم بتوع اسمنت وحديد وذهب ومواشي، وصل فلوسهم حوالي 700 مليون جنيه، والمودعين العاديين وصلوا لحوالي 4000. انا بقول كفايه علينا قوي كده بقى عشان نعرف نشغل الفلوس، بدل ما تبقى الفلوس موجوده معانا ومش عارفين نعمل بيها ايه. خير ان شاء الله يا حبش. نفكر فيه يا جدعان، انتوا اتجننتوا ولا جرف مخكوا حاجه ولا كلوش بعتوا؟ يا حاج اهدى شويه يا حاج، احنا بنتناقش، ما حدش قالك ان احنا عايزين نوقف ولا حاجه. اهدى علينا شويه يا حاج، مش كده؟ برضو الكلام يبقى بالعقل يا محمد. بصراحه فتحي عنده حق، حد يقول للفلوس لا، حد يقول للرزق ابعد عني يا رزق. يا جماعه انا قلت اللي عليا، انتوا حرين. اللهم بلغت اللهم فاشهد. والله ولو ان حبش ما بيقولش حاجه مفيده ابدا، بس كلامه ده بالذات وفي النقطه دي بالذات لازم تفكروا فيه كويس. الله يخليك يا حاج. نفكر في ايه بس يابا؟ هي دي محتاجه تفكير؟ الناس عمرها ما تبطل تدينا فلوس طول ما احنا بنديها 30 و40% ربح صافي. يا حاج فتحي، انت نفسك هتعمل ارباح دي كل سنه ازاي؟ يا حبش افهمني، طول ما الخرطوم مفتوح يعني في ميه، وطول ما في ناس بتدفع فلوس وغيرها بياخد، هكذا ناخد من ده وندي لده، من ده له وفتله. فهمت ولا فاهمك ازاي؟ اسمح لي يعني بعد اذنك لمؤاخذه في اللي هقوله. يا سيدي مؤاخذتك معاك، قول بس عايز حد يفهمني. طيب ماشي، اللي انت بتقوله كله مظبوط، بس مش مظبوط قوي يعني. ليه بقى؟ لان احنا ما ينفعش نسيب الحكايه كده مفتوحه، ناس تحط وناس تاخد. جرالك ايه يا احمد؟ احنا برضه سايبين الحكايه كده؟ احنا بالصلاه على النبي عاملين اهم مشاريع، عاملين مشاريع نسد بيها عين الشمس. يا سيدي بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. بس اللعب في مليار غير اللعب في 3 و4 مليار.
كده هيجي علينا وقت نقول هنشغل الفلوس دي كلها في ايه، ومش معقوله برضه نضارب بيهم كلهم في البورصه. خلاص احنا نعمل بالفلوس دي مصانع، نصنع ونصدر. يا ريت مصانع، بس موضوع المصانع ده موضوع طويل الاجل، احنا بقى عايزين دوره راس المال تدور بسرعه. يعني ايه بقى يا استاذ الدكتور؟ ما لو عندك حاجه تقولها هقولها يا اخي وريحنا. والله يابا بعد اذنكم، يعني انا شايف ان احنا نقلل في الارباح بتاعتنا شويه، يعني بدل ما ندي مثلا 35-30% ليه ما نديش 20-25%؟ المهم دايما نبقى محافظين على ان نسبه الارباح بتاعتنا تبقى اعلى من اي فايده لاي بنك. الله الله عليك يا ابو حميد لما بتشغل دماغك. اهو ده احلى كلام قلته من ساعه ما قعدنا. اه والله انا موافق، بس بشرط محدش يجيب لي سيره اللي احنا هنبطل ناخد فلوس دي خالص، انت فاهم يا حبشي؟ بالعكس احنا عايزين نبتدي ناخد ودايع بالدولار وبالمارك، ونعمل استنباط العقدين، عقد بالمصري وعقد لاي عمله تاني، ونوزع العقود دي في محلاتنا، محلات الذهب والمطاعم، صح كده؟ والشركه طبعا يا محمد. انا عايز اهم واكبر محامين في البلد يكتبوا لي العقود دي. الله ينور عليك يا حاج، ده احنا كمان نحتاج اكبر محاسبين قانونيين في البلد يكونوا معانا. ايوه يا محمد، مع مراعاه ان احنا ما نفورش الطقم القديم اللي عندنا في الشركه، مش عايزين نعمل مشاكل مع حد، وعايزين نحسسهم ان دي فلوسهم، دي شركتهم. عين العقل يا حاج حبشي. اقول لك على سر يا حاج، انا باين هغير رايي فيك واحترمك. نبطل ضحك بقى، نبطل ضحك بعد اذنك. يعني يابا الكلام اللي حصل هنا ده النهارده نعتبره سر من اسرار الحربيه، يعني مفيش كلمه تطلع بره، لو مصارنا طلعت بره هنضيع هنتخرب، عشان كده بقول لكم مش عايزين اي حد يعرف حاجه عننا، انتوا فاهمين؟ والعكس هو الصحيح، عايزين نعرف كل كبيره وكل صغيره بتحصل عندنا في الشركه. ودي هنعرفها ازاي دي يا حاج بقى؟ هنفتح المندل ولا نجيب جواسيس يتجسسوا على الموظفين بتوعنا؟ لا يا محمد، عن طريق جهاز صغير قد كده، هنبدره في كل تليفونات الشركه، هنعرف الكلام اللي بيدور جوه التليفونات، وهنعرف كمان الكلام اللي بيدور في الاوض اللي فيها التليفونات. الله 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 الله، ده يا حاج فتحي على اخر الزمن هنتصنط على الموظفين في الشركه ولا ايه؟ لا انت ما تقولش كده يا حبشي، بنتصنطي وبتاعي، احنا نعمل كده منين دي احجيجه؟ راعي كلامك معايا بعد كده يا حبشي. الجهاز ده واحد صاحبي هيجيبه لي، وانا قررت اعينه مدير امن شركات الريان كلها. انا عن نفسي عرفته. ايه عرفته؟ بس انا مش عارفه مين ده يا محمد. اقول يا حاج اسماعيل محسن، اللي هو اسماعيل محسن مدير الامن بس سابقا، دلوقتي بقى على المعاش. اللي هو اسماعيل محسن، يا ليلة بيضة، وده هياخد مرتب كام ده؟ ده اكيد هياخد شيء وشويات. لا يابا ما يهمكش، الناس دي مهما دفعت فيها انت برضه كسبان، شرى العبد ولا تربيته. بدرية سبقت واحدة يا اختي، واحدة وشايلة عايزة اتفرجي. يلا يا حبيبتي مش عاوزين مشاكل، اتفضلي روحوا لهم يجيبوا العربية. هو السواق بتاعك بره؟ سواق يا هبل، هجيب سواق معايا هنا عشان يروح يقول لفتحي واخواتي انا بروح فين. محسن محسن سيبه. طب انت جايب اي عربية؟ الجديدة طبعا. لازم تزوغي من مدام سهام، لو حست بيكي مش هتسيبك. ما تخافش عليا، انا هدفع الحساب قبل ما امشي. ست بدرية، انا بحسبك نايمه فوق. هو انت كنت عندنا؟ ايوه. ومين فوق تاني؟ مفيش غير فتحي وكله مشي.
طب يبقى سلم على مديح، تصبح على خير يا اخويا. وانت من اهله. قصدك ايه منك ليه؟ هتكون راحت فين يعني؟ اكيد راحت عند امها. وبعدين ما حدش اتدخل في شؤون بيتي. انا عمري ما سالتكم حريمكم بتروح فين وبتيجي منين؟ يا حاج حريمنا بيرجعوا بيتهم الساعة 8 ده إذا خرجوا أصلا. جريه يا أحمد جريه، وهنعم ما بتأخرش بالليل، وجريه اللي كانت سهرانة في الحفلة بتاعت البال. جريه لك إيه؟ أيوه بس ما بيرجعوش الساعة 3 نص الليل يا حاج. وأنت مال أهلك؟ بقول لك كانت عند أمها يعني كانت عند أمها. ما هو ما حدش قال حاجة يا حاج، بس إحنا الحتة كلها عارفانة، مش عايزين يبقى شكلنا يبقى وحش. يعني إيه شكلنا يبقى وحش؟ وفي إيه؟ في ايه؟ يا حاج بالراحة، صلي على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. الصلاة والسلام. مفيش أي مشكلة لو راجع مع حضرتك أو راجع مع ابنها أو حتى يا أخي راجع مع السواق، إنما المشكلة في إنها بترجع لوحدها. يا دي راجع لوحدها، بقول لك كانت عند أمها. يا حاج فتحي يا جماعة يا جماعة من فضلكم استهدوا بالله، ما تشدوش مع بعض كده. لا لا لا، إحنا ما بنشدش يا حبش، ما بنشدش مع بعض، إحنا بس بنصحصح بعض، بنوعي بعض، المؤمن مرآته لأخيه. بالظبط كده. يعني يا حاج ما انتش هتلاقي ابدا حد يحبك ولا يخاف عليك وعلى اهل بيتك زينا. اكتب انت يا ابو دراع ونص. صحيح، كل ساعات جبار. يو باه، قلت لك كنت عند امي واختي، مش مصدق روحي اسالهم. وانا لسه هسال، ما انا عارف اللي كنت عند امك واختك، بس لحد الساعه كام؟ اسمعي، من هنا ورايح موعدك في الصيف لغايه الساعه 11، في الشتاء 10 مساء، انت فاهمه؟ حاضر يا فتحي حاضر. ما تجيب لي يا اخويا سلكم دي في حضور وانصراف. يا فتحي احنا مش صغيرين عشان اخواتك تتحكموا فينا، ويجي واحد زي حبشي ويقول لك تمشي بيتك ومراتك ازاي. مش هم الغلطانين، انا الغلطان، انا اللي سبت لك السايب في السايب لغايه ما ركبت فوق كتافي ودلدلتي. بس لا لا، من هنا ورايح على كلمه اللي هتمشي، ما بقاش راجل من ضهر راجل. ان ما مشيت كلامي في بيتي عليك وعلى البيت. راجل يا اخويا، راجل وسيد الرجاله كمان. حاضر يا فتحي، لو مش عايز انزل البيت مش هنزل، هفضل قاعده وما اشوفش مصالحي. بس مش البيت ده. يعني ايه مش البيت ده؟ وما نقري بيت. اي بيت؟ نعزل يا فتحي، نعزل عشان اخواتك ما يخربوش علينا، والا قسما بالله لا همشي ومش هتعرف في طريق جره. يعني ايه تطفشي وتسيبيني؟ عايزه تفضحيني؟ ده انا قتلك عليا الطلاب التلاتة. اقتلك اقتلك يا بدرية. اقتلني يا فتحي، اقتلني عشان اموت وتروح انت في داهية والعيلة يهتموا واخواتك يرتاحوا. اتجوزني عشان اخواتك يعيشوا مبسوطين، وانا كده انت عمرك ما حبيتني، دايما بيبقى اخواتك عليا انا وعيالك. انا يا بدرية، انا ما بحبكيش، ده انا بحبك قوي، ده انا بحب العيال قوي. انت مش فاهماني. لو بتحبنا يا فتحي يبقى لازم نمشي من هنا. وبعدين ايه يا اخويا الشقه دي؟ ده انت فتحي الريان، الحاج فتحي الريان. عارف يعني ايه فتحي الريان؟ يعني مش تبقى عايش في شقه، لا تبقى عايش في فيلا، تبقى عايش في قصر اجدعها واحد فيك يا مصر ما قعدش فيه. احب على ايديك يا حاج فتحي، احب على رجلك. بس بقى يا بت، انا مش عايزه حاجه من دنيتي غير رضاك عليا. طب لو رجعتي وعملت كده تاني ساعتها يا اخويا ليك حق تطلقني وترميني في الشارع بعيد عن عزك وعزوتك. ولا تطلقني ليه؟ انا لو عملت كده تاني هولع في نفسي بجاز قبل ما تطلقني. صح، ساعتها يحق لك تولعي في نفسك. طب والصوت العالي يا ست منيره؟ انحاش يا سبعي، هو برضو في صوت يعلى عن صوتك يا سيد الناس. ولاد صلاح ابني يجي يتربى هنا وسط اخواته واولاده. يتربى يا اخويا ونشتغل انا وهو خدامين عندك وعند اخواته. هو لا امرني امر، هو لا. تاخدي بعضك دلوقتي وتروحي على بيت ابوكي تجيبي له مبيعه الشقه اللي انا كاتبها باسمك عشان اقطعها قدامك وارميها في وشك. اجيبها لك يا اخويا على اي حق. ولما ترجعي هبقى اشوف لك تصريف انت والواد. تحت امرك يا سيد الناس. استنى بنت منيره. امسك امسك القرشين دول مؤقتا كده عشان 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 كنت والواد. من ايد منع دمها يا حاج مكفيني. هو الواد صلاح ابني راح في ايه؟ راح يلعب مع توفيق ابن اخوه. ايه كويس. طب روح هاتولي بسرعه عشان ابوسه.
وقول لتوفيق انه بيلعب مع عمه، يعني لازم يحترمه وهو بيلعب معاه. حاضر يا سيد الناس، هفهم. تعالي هنا بت. أمرني يا حاج. هتفهمي مين؟ هو الواد المفعوص ده لسه بيفهم حاجة من أصله؟ لا يا ست منيرة، أنت هتضحك عليا ولا إيه؟ وأنا هضحك عليك ليه يا سيد الناس؟ أنا عن نفسي يا أخويا هفهمه، هو فهم فهم، ما فهمش يبقى أنا ما لسه. كده؟ ماشي. يلا قول. حاضر يا سيد الناس. رايحه فين بس يا حاج؟ سيبيني يا سميح، الله لا يسيئك، سيبيني، ما حدش له دعوه بيا. تروحي فين بس يا ماما؟ هطلع اجيب اللي ما تتسمى دي من شعرها وامسح بيها بلاط الشقه والعماره كلها. بقى بنت بتاع الانابيب تعمل فيكي ده كله؟ ما عدمت الربايه. اذا كانت ربايتها سمحت لها انها تيجي تكشف وشها هنا وتجي له لحد البيت عشان تركع له، يبقى ما تستاهلش انك تعبريها اصلا. ما هو كله من توفيق الراجل اللي خاب على كبر. ما تقوليش كده بس يا حاج. طب هي عايزه منه ايه تاني؟ جايه وزحفه وراه ليه تاني؟ مش ابو ابنها برضو؟ يعني ايه يا سميح؟ هي جابت له الواد عشان يبقى تقله في رقبتنا كلنا؟ مش معنى دلوقتي افتكرت انه ابو ابنها؟ ولا عشان بقى جواهرجي؟ استغفر الله العظيم، يا ما احنا مش ناقصين. لو مش ناقصين يا حبيبي ما حدش ليه دعوه بيا، يا تبعدوا عني يا اشوف حته تانيه اقعد فيها. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يما؟ يعني ايه يا ما احنا مش فاضيين للسكه دي، لو دخلنا فيها هتاخد وقتنا كله، والله هتاخدنا من شغلنا، واحنا نفسنا ننزل نلاقي في السوق وقت نشتريه. ابويا اما دلوقتي محتاج كل تركيزه، ده بيشتغل في الذهب. ايوه خدني في دوكه يا اخويا، هو ايه اللي طمعها غير الذهب؟ خلاص يا طمعت وخدت اللي طمعت فيه، بقت امر واقع، هنعمل ايه؟ ام ابن وهترجع له تاني. مسكتنا على الامر الواقع ده، بكره يجيبها تعيش معايا في شقه واحده، ما هو بيجح. ايه يا اما انت غيرانه ولا ايه؟ رئيس مش هيحصل. ازاي يعني يا اما يجيبها وانت ملكه هنا؟ ما ينفعش، هو كبيره يعني، يوم ما يحصل يعني، لما يعوز يروح لها يروح لها وخلاص، ايه المشكله؟ كل اللي ليها عندنا الشقه وده احنا رميناها لها وخلاص. اللهم صل على النبي. معقول يا ست لوى؟ تعالي لي بسرعه بسرعه، وحياة ابوك ده لو اسمي ده بحق وحقيقي يا توبة مصلحه عالي. تحت امرك يا حاج فتحي. بامر الله. ايه الملف ده؟ مال الملف يا فندم؟ يعني الاسم الموجود ده تشابه اسماء ولا بحق وحقيقي؟ لا بحق وحقيقي، وماجد يبقى ابن سيادة وزير الداخلية السابق فهمي خليل، والشهادة لله يا حاج راجل اللي يتخدم، أنا خدمت معاه مدة كبيرة، وبصراحة أنا كنت منتظر الفرصة المناسبة إني أرد له بعض من جمايله علي، وعلى رأي المثل يدي الابن التمرة تنزل حلاوتها في حنك، وطلبت منه الملف اللي قدامك ده يا حاج. إيه يا أحمد حبيبي؟ تعال لي بسرعة. أرجو إن ما كنتش تقلت على حضرتك يا حاج. لا أبداً، ده أنا مبسوط منك أوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل انت يا باشا، اتفضل يا حجيجة. الناس ده عدى عليك؟ وريني ايه بقى؟ ايه في ايه مالك؟ ابن سيادة وزير الداخلية. وزير الداخلية السابق؟ عدى كلهم سلسال واحد يا حاج. طب واللي زي ده هنشغله ايه عندنا؟ لا عشان خاطري نشغله اي حاجة. يا عم انا موافق، بس هنشغله ايه؟ هنكتب على المكتب بتاعه مدير ايه؟ اي حاجة يا حاج، اي حاجة، احنا نشغله كل الشغلانات اللي عندنا، والشغلانه اللي يلفق فيها تبقى هي دي شغلانته يا حاج. ده ابن وزير داخليه سابق اللي مش عاجبك ده؟ انا قلت مش عاجبني؟ لا يعني لا يكون مش عاجبك، ده عنده شنه ورنه وزيطه وزفه وحرس سلاح ورئاسه الجمهوريه كمان. سبحان المعز المذل، كل ده راح. اللي يعرفه عند هاليز وزارته لسه ما راحش، واللي كمان لسه ما راحش الناس بتوعه اللي بيدينوا دي بالولاء. يا خساره، لو لسه هو في منصبه كان خدمنا اكتر. لا يا حقيقة، دلوقتي يخدمنا أكتر، إحنا شغلنا ما ينفعش في عز الظهر، شغلنا لازم يتعمل في الظل، والراجل دلوقتي ما بقاش في النور، بقى في الظل، يعني ممكن يعمل أي حاجة وهو ما بيشتغلش أي حاجة، يبقى هو في الظل، وابنه ده اسمه إيه؟ ماجد باشا. ماجد باشا في النور. طب فكر معايا يا أحمد، هنعينه في إيه ده؟
ما هو هنا مكتوب ان هو كان شغال في وزاره الزراعه، شغال عندنا في الزراعه. لا 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 لا، ده ينفعني اكتر في العلاقات العامه. اشمعنى؟ عشان لو حبينا نوصل لابوه حاجه يبقى عن طريق الواد ده. ونشغله في العلاقات العامه كمان. ولا ايه رايك؟ نخليه هو يختار الشغلانه اللي هو عايزها. لا استناني يا حجيجه. انت عايز تخلي مين يختار؟ الواد ولا ابوه؟ ابوه طبعا. يا ابني. يا مفتري يا مفتري، عايز تشغل عندك وزير داخلية سابق؟ اشغله واشغل اللي خلفوه كمان. بس هنشغله ايه؟ والله يعني وزير داخلية يشتغل مكانك. انت اتجنيت يا احمد؟ عايزه يشتغل رئيس المجموعة كلها؟ والله انا لو مكانه مهاردة بقل من كده. لا يا عم بلاها المصلحة دي، بس عايزين نشوف له صرف يا احمد. فكر كده وشغل دماغك الذرية دي. طب بص يا حكي، انت ممكن تشغله من غير ما تشغله. يا ساتر عليك، بقول لك ايه، انا ما بحبش الفوازير. عايز تشغله ايه قول لي. طيب من غير ما تزعق ابوس ايدك هقول لك ازاي وتشغله ايه كمان. عايز تخلي مين يختار، الواد ولا ابوه؟ ابوه طبعا. يا ابني. يا مفتري يا مفتري، عايز تشغل عندك وزير داخلية سابق. اشغله واشغل اللي خلفوه كمان. بس هنشغله ايه؟ والله يعني وزير داخليه يشتغل مكانك. انت اتجنيت يا احمد؟ عايزه يشتغل رئيس المجموعه كلها؟ والله انا لو مكانه مهارده بقل من كده. لا يا عم بلاها المصلحه دي، بس عايزين نشوف له صرف يا احمد. فكر كده وشغل دماغك الذريه دي. طب بص يا حجيجه، انت ممكن تشغله من غير ما تشغله. يا ساتر عليك، بقول لك ايه، انا ما بحبش الفوازير. عايز تشغله ايه قول لي. طيب من غير ما تزعق ابوس ايدك هقول لك ازاي وتشغله ايه كمان. خلاص يا جمال بيه، حاضر، انا هحط دلوقتي 20 مليون والمحامين يقعدوا مع بعض ويوضبوا لنا الدفعات وانا جاهز. ازاي بس يا حاج احمد؟ هو الحصان هو اللي بيجر العربيه ولا العربيه هي اللي بتزق الحصان؟ احنا لازم نحدد من دلوقتي الدفعات عشان هي الاساس في العقود اللي هتتعمل. لا اله الا الله يا جمال بيه، يعني سعادتك مش عايز تثبت سعر الورق وفي نفس الوقت عايزني انا التزم بدفعات لازم ادفعها في مواعيد محدده؟ نفترض سعر الورق عالي، انا هتوقف عن الدفع، هطلب من سعادتك توقف عن الطباعه، وهندخل ليه في متاهات يا سعادتك بيه؟ ما نثبت السعر، اعرف راسي من رجلي، ادفع الدفعات، التزم كده. يا حاج احمد، ينفع اطلب منك تثبت سعر الذهب اللي بتبيعه عشان تطلب مني ان اثبت سعر الورق اللي بشتغل بيه؟ انت عارف سعر الورق ده بيحدد السوق والبورصة. أنا لو اتفقت معاك على كده يبقى بضحك عليك وبضحك على نفسي وعلى المؤسسة اللي أنا بشتغل فيها. الله، والله ملهم وربنا جابها لي على لسانك. سعر الذهب، بص بقى يا بيه، أنا هسيل لجنبك الفلوس ونثبت سعر الورق. معلش ما تأخذنيش، يعني أنت يعني إيه تسيل؟ مش فاهم. يا سعادة البيه، هكيش لك الفلوس كلها مرة واحدة، بس همضي على سعر الورق في اليوم اللي أنا بمضي فيه ده. طلع بقى بعد كده نزل انا ماليش دعوه. على فكره سعادتك اللي قلت سعر الذهب، انا في الذهب بعمل كده، ادفع واثبت سعر، طلع ماليش دعوه ونزل ماليش دعوه. الكلام ده لو كنت هتسلم بضاعه ولا تستلم بضاعه في خلال اسبوع او شهر بكتير، لكن المشروع بتاعنا ده مشروع ممتد، يعني ربنا يديك ويدينا طول العمر. مش عارف سعادتك، انا مش عايز اختلف معاك، بس شكلنا هنختلف. والله ولا انا، بس انت بتطلب حاجات فوق سلطاتي. واللي فوق سلطات سعادتك بدون احراج، مين اللي نقدر نبت معاه؟ مجلس الاداره ولا رئيس مجلس الاداره؟ والله ما تفرقش، بس انا اعتقد ان رئيس مجلس الاداره مش هيوافق على حاجه زي كده. طيب يبقى كفانا شرف المحاوله. بدريه ام خالد، بدريه. ايه يا فتحي؟ في ايه؟ انت فين يا بدريه؟ بقى لي ساعه بند عليك. ما سمعتكش. ليه؟ كنت فين؟ في الجنينه ورا. على رأي المثل، البراح بيحب الصوت العالي، والبراح عندنا في القصر هنا ايه، ملوش اول من اخر. عندك حق والله، صدقت. صدق يا بدريه، انا ساعات بتوه فيه، والله العظيم ما عارف العيال فين. هم فين يا بدريه؟ سلامه عقلك يا فتحي، ايش حال ما انت يا راجل اللي بعتهم عند جدهم؟ انا حصل امتى ده؟ يا مصيبتي السودة. يا سود الدنيا ليه علينا يا بدرية؟ صحيح، انا بعتهم صح. الدور والباقي عليا انا،
اللي تايهه في الفيلا دي ومتسابة على طول لوحدي. عايزين اعمل لك ايه يا بدريه؟ اجيب لك حرس يسلوكي؟ لا انا مش عايزه حرس، انا عايزاك انت تبقى جنبي. ده يوم المنى بدار، والله يوم المنى. بس اعمل ايه يعني؟ اسيب حالي ومالي واقعد جنبك في البيت؟ او انا اقعد جنبك فين بقى ان شاء الله؟ تيجي معايا الشغل؟ هو ليه لا؟ اهو على الاقل اخلي بالي منك. تخلي بالك مني؟ ليه؟ انا عيل صغيره تغيري لي الكفوله؟ لا ما تاخدهاش بالطريقه دي. وبناخدها باي طريقه؟ خايفه عليك؟ خايف عليا من ايه يا بدريه؟ من البرشام اللي بتسفه. يا دي البرشام. طب انت عارفه بقى يا بدريه، البرشام ده احلى حاجه في الدنيا. وخايف عليك من اخواتك ومن نفسك ومن الفلوس. الحمل لو تقل يا فتحي هيكتم على نفسك وهيكفيك على وشك، ولو في حد المفروض يشيل مفيش حد اولى مني، ده انا ام عيالك. ولا ايه يا فتحي؟ ها؟ ايه يا بدريه بتقولي حاجه؟ يا نهار اسود ومنيل، هي البرشامه وصلت للدرجات يا راجل؟ عايزه ايه يا بدريه؟ سدد سهمك صوب المئذنه علك تصيب النخله. هنا في دعوه للطموح اللانهائي عشان نقدر نحقق افضل او اعلى ما يمكن تحقيقه على ارض الواقع. احلم بالمستحيل عشان تحقق اقصى حدود الممكن. وبكره حلقه جديده وكلام جديد وبرنامجكم كلام كبير. كلام كبير والله، برافو عليها، هايله جدا. لا ولسه هتبقى احسن كمان، تعرف دي احسن حاجه حصلت لها بعد الطلاق. الحمد لله. قلتيلي مين قريبها الاعلامي اللي دخلها في الحكايه دي؟ اسمه ايه؟ عبد السلام نبيل متهيألي. طيب بمناسبه بقى الكلام الكبير والاحلام والحاجات، انا ان شاء الله قررت اطلع على اليونان. تقريبا كده عرفت امل عايشه فين هناك. نعم انت بتهرج ولا ايه؟ امل مين دي بقى ان شاء الله اللي انت رايح لها؟ امل ام ابني، وانا رايح لابني مش لامل. والله وانت منين عرفت ان هو ولد؟ انت كلمتها؟ لا يا ستي ما كلمتهاش، اطمني بس. سواء كان ولد ولا بنت اهو ابني. انا مش قادره اصدقك، انت ازاي يجيلك قلب ولا يجيلك جرأه تقولي كلام زي ده؟ يعني ايه قلب وجرأه والكلام اللي انت بتقوليه ده؟ احنا اتفقنا من البدايه على الصراحه والصدق. لما اعمل كده بقى تقولي لي قلب وجرأه ورحمه؟ خلاص انت عندك حق، انا اسف. انا بس لما سمعت الكلام ده اتخضيت وغيرت عليك. بس انا غير عليك فعلا؟ والله العظيم بغير عليك. انا اسفه ان انا عليت صوتي عليك، وعارف انا كمان موافقه ان انت تسافر، بس بشرط. شرط يا ستي؟ قولي 40 شرط بعد الكلام الحلو ده. انا موافق، انا وعليا هنسافر معاك. يا اهلا وسهلا يا معالي الوزير. يا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا حاج فتحي. والله العظيم يا سعاده الوزير، لما الواحد ربنا بيحبه بيعرفه على ناس زي سعادتك وابن سعادتك. انا اللي بشكرك يا حاج فتحي. سبحان من الف القلوب. طب تحب سعادتك تيجي عندي على المكتب على طول، ولا تطلع عند ماجد بيه تطمن عليه بنفسك؟ يا سيدي كفايه انه في وسطكم. برضه الامر ما يخلاش، اتفضل حضرتك اطمن عليه وبعدين تعالى لي المكتب نقعد براحتنا. ماشي حاج. يا سيد. ايوه حاج. مع الباشا على فوق. تحت امرك يا حاج. اتفضل يا سعاده الباشا. شكرا. اتفضل. شكرا يا حاج. حصلنا البركه والله. الله يبارك فيك. اللهم صل على النبي يا ابني، ولع علينا بخور يا ابني بسرعه. عليه الصلاه والسلام. ايه الاخبار؟ تمام، تعال بسرعه نشوف هيقول ايه يا ابني. اهلا 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 يا بابا. عامل ايه يا ماجد؟ عارف ايه؟ الحمد لله تمام. اتفضل. قول لي عامل ايه؟ لحد دلوقتي ما عملتش حاجه. وما كلفونيش بشغلانه معينه. اكيد يا ابني هيكلفوك. ولا ما يكلفونيش، او كده كده هقبض مرتبي. هما بيدوا لك كام؟ 5000 جنيه. 5000 جنيه الظاهر عليهم ناس طيبين قوي. طبعا طيبين قوي. هو احنا لو ما كناش طيبين وولاد حلال كنا هنقع في ايد ناس طيبين زيكم، بالتالي كده هنستوعب. عندك حق. طيب بما انه بقى قال طيبين مش طيب، نروح لهم سوا؟ نروح، بس استنى ما اقفل البتاع ده، ده العلم نور. البركه يا
يا اهلا وسهلا يا سعاده الباشا. يا اهلا وسهلا. اتفضل يا حاج فتحي. اتفضل. اهلا اهلا. والله يا فندم سعادتنا لا توصف بوجود حضرتك معانا. والله العظيم يا فندم مكافاه من المولى عز وجل. والله لو حسبناها مكافاه فاكيد انا اللي ربنا بيكافئني بمعرفه ناس طيبين ولاد حلال زيكم. عشان كده انا واخويا احمد طمعانين في سعادتك شويتين. يا سلام انا تحت امركم. عايزينك تشرفنا في مطعم من مطاعم السمك بتاعتنا نتغدى ونتكلم ونتشرف بيك وسطينا يعني. ان شاء الله. لا 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 ان شاء الله يا باشا. انا شامم ريحه اجل كده في الكلام اللي بتقوله. اجل يعني ايه؟ يعني يا سعاده الباشا عايزينك تنزل تتغدى معانا دلوقتي حالا. ايوه بس. لا 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 ما بسش بقى عليا الطلاق. لنروح دلوقتي محل السمك. لا اله الا الله. ده البركه صدفه والصدفه لحظه ولحظة بركة من سعادتك بالدنيا وما فيها يا باشا. يلا يا ماجد يا حبيبي قفل أوراقك عشان هتيجي تتغدى معانا. يلا حكمة. توكلنا على الله. بسم الله بسم الله ما شاء الله. بخر يا يحيى بخر. بخر معالي الوزير والبرنس الصغير. خلي ربنا كده يكفينا شر العين. حصلت لنا البركة يا باشا. الله يبارك فيك يا رضوان. قوم رحمك. الكرسي اللي قاعد عليه معالي الوزير محدش يقعد عليه تاني. عينينا الاثنين يا حبيبي. والترابيزه دي تفضل محجوزه ليل ونهار 24 ساعه. جه او ما جاش. حاضر يا حبيبي. تسلم يا حاج فتحي كتر خيرك. انا متشكر خالص. بس انت كده يا حاج فتحي لمؤاخذه يعني بتجبر سعادته يجي المحل ده بس يا رضوان. في كل فرع من فروعنا تتعمل ترابيزه لسياده الوزير. حاضر يا عم الحاج. نفذ يا ابني. انا اصلا يعني ما بخرجش من البيت عموما نادرا يعني. ده السمك يجي لحد ما عليك في البيت يا باشا. بس اتوصوا بقى بالجمبري عشان انا بحبه. وانا كمان بحبه وخصوصا الحجم الكبير ده. ما تقول يا حبشي بقى. الله مش مهم يا اخي يبقى كبير المهم يبقى طازه. واحنا الحمد لله معالي الوزير سمكنا طازه بيجي يوم بيوم. يعني مش مجمد ولا مزارع يا حاج؟ لا 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 اعوذ بالله. مجمد ايه ومزارع ايه؟ احنا سمكنا بيجي من ابو قير عدل. احنا بفضل الله يا معالي الوزير عندنا اكتر من 105 مركب شغالين لحسابنا احنا بس. اجروهم بقى يا حاج ولا بتشتروا كل اللي بيصطادوه؟ لا بنشتري مفيش ايجار عندنا. ما بيأجروش ليه؟ ده في امريكا دلوقتي بيأجروا حتى الارض الزراعيه. اصدم عليك يعني بيأجروا شقق مباني يعني؟ لا الارض الزراعيه. يعني حضرتك ممكن تأجر أي عدد من الفدادين والمدة اللي انت تحددها وتزرع فيها اللي انت عايزه. الله أفهم من كده إن احنا ممكن نروح أمريكا نأجر أرض زراعية ونزرعها؟ طبعا. أيوة بس معليك احنا معناش باسبورات أمريكاني يعني. مفيش مشكلة. القانون هناك بيكفل لأي مستثمر مهما كانت جنسيته إنه يؤسس شركة ويزاول العمل اللي بيحبه عشان يزود الدخل وفي نفس الوقت يشغل عمالة وينعش الاقتصاد الامريكي. بس المهم انه يلتزم بالقانون. واحده واحده يا سياده الوزير. عايزين نستفيد من كل كلمه بس الاول ناكل لقمه عشان نشحن ونعرف نتكلم. ايوه صح يا حاج. وبعدين بقولك اذا جاء الطعام يا معالي الوزير اكل الكلام. فوطه حلوه كده لكل الغوايش والخواتم اللي في المحل. يفتهم كويس عايزهم يبرقوا يلعلعوا يلانوا في عيون الزباين. فاهمنا يا واد ادم؟ يا حاج انا لسه ملمعهم كلهم امبارح وبعدين ما شفتش كده في كل محلات الذهب اللي اشتغلت فيها. لا 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 كل شيخ وله طريقه يا بني ادم. وبعدين خد بالك كويس انا راجل صعب ومحبش حد ينقشني. حاضر يا حاج حاضر. يلا اعمل اللي بقول لك عليه. مساء الخير يا سي توفيق. منيره ده اهلا. انت ايه اللي نزلك يا منيره؟ يا اخويا زهقت من القعده لوحدي قلت اما اجي اشق عليك. وبعدين يعني يبقى الواد مش معايا وكمان ابوه مش معايا. الواد مع ابن اخوه وابوه عنده شغل. جرى يا منير عايزاني اسيب شغلي واقعد جنبك؟ ده منى عين. بس انت يا اخويا اللي تقلان عليا ورميني. معلش ما هو من زرع حصد وانت زرعتك معايا ما كانتش كويسه. ما خلاص بقى يا تيفا بيبقاش قلبك اسود قوي كده. جرى ولا انت بتلمع هوايش ولا بتلمع اوكر؟ روح لمع بعيد وخليك حسيس يا بني ادم. حاضر. امشي نجر بقى بالذمه يا تيفا. يرضيك منيره حبيبتك تبقى لابسه خاتم فالصو وجوزها جواهرجي قد الدنيا. يا سلام جت على الخاتم يعني. ماشي يا ست نقي الخاتم اللي انت عايزاه وخديه وخدي في ايه غويشه كمان. لو طلبت عنايه يا منيره اديها لك بس على شرط تفضلي عاقله وتمشي زي ما انا عايز. ما خلاص بقى يا تيفا الله. وبعدين اعتبرني من دلوقتي خادم يا سيدي في صباعك.
السنة اللي هي طلب دي. هو ايه سكتنا له؟ دخل بطلباته؟ طلباتك كترت قوي يا ست منيرة. لا والله ما ليا، ده لابويا والاهل حارتنا عايزين يشغلوا فلوسهم عندهم. ابوكي واهل حارتنا؟ فلوس ايه دي؟ جابوها منين؟ الله اعلم، هما جمعوا مبلغ كبير قوي وقصدوني، وما اعرفش بقى جابوه منين. مبلغ كبير قوي؟ هيكون كام يعني؟ 500,000 جنيه. 500 كام؟ عجيبة. في أماكن كتير في أمريكا، بس أنا بفضل من وجهة نظري هيستون. هيستون دي مدينة في تكساس، وهي أكبر مدينة في الولاية، والمدينة دي عدد سكانها مش كتير، 1,000,000 1,500,000 نسمة، بس الأراضي فيها أراضي خصبة جدا، ممكن نأجر فيها بسهولة. لا ما شاء الله، بس أنا من وجهة نظر المتواضعة معليك ان احنا لو زرعنا هناك وبعدين نقلنا المحاصيل على هنا، ده بيساوي تكلفة ازيد. ده بعد اذنك طبعا يعني. وايه اللي يخلينا نجيب المحاصيل على هنا؟ ما نزرع هناك ونبيع هناك. بس انا موافقك في كلمة اللي احنا نعرف التكلفة دي كام وبعدين نبقى نقارن. ده كلام مظبوط، بس انا اعتقد ان هناك ارخص، بدليل ان وزارة الزراعة في مصر درست الموضوع ده وكانت هتنفذه، بس مع الاسف اترفض لاسباب سياسية. يا فندم لازم يترفض، ما مش معقول ابدا نروح نزرع ارض امريكا كلها ونسيب ارض مصر هنا تبوظ. يا حبشي ما تقطعش معالي الوزير. حاضر، سيبه براحته. بقول لك ايه يا معالي الوزير، احنا مش ممكن نقعد مع ناس من وزاره الزراعه اللي اشتغلوا على الموضوع ده عشان نفهم منهم؟ ممكن طبعا، مفيش اي مانع. وبعد اذنك يا بابا، الحاج احمد كان عايز يقعد مع الاستاذ اسماعيل شافع عشان عندنا مشكله كده في بعض الكتب. يبقى فكرني وانا اكلمه. معلش جنابك هنتعبك معانا، سامحنا. لا يا حاج احمد مفيش تعب ولا حاجه. والله يا معالي الوزير انت كترتنا وزودتنا. حط له فاكهه يا احمد. اديله. شوف يا حاج احمد، الاستاذ جمال حبيب عمل لي تقرير كامل بالموضوع بتاعك ولقيت استنكار. اسف يا سعاده الباشا، سامحني لمؤاخذه، يعني هو اللي انا قلته للاستاذ جمال حبيب غير خالص اللي انا جاي اقوله لجنابك. هيختلف ايه يا حاج؟ انت مش جاي عشان موضوع الكتب؟ هقول لحضرتك انا مثلا، يعني بدل ما هتكلم في 100 مليون لا هتكلم في 300 مليون، بدل ما كنت هعمل عقد سنتين لا هعمل عقد 5 سنين. والفرق ده هيجي منين؟ هنزود كمية المطبوعات؟ انا هقول لحضرتك، انا قعدت في الحقيقة مع الحاج فتحي اخويا والحاج محمد، حضرتك تعرفهم شخصيا؟ لا، بس بشوف صورهم معاك في الاعلانات. الهي يا رب اليوم اللي هناكل فيه لقمة طيبة مع بعض ونبقى اخوة في الله يقرب بقى ان شاء الله يا حاج. بص حضرتك، احنا الى جانب الكتب ان شاء الله هنعمل كراريس، كشاكيل، هنعمل كتب خاصة لكل مراحل التعليم. ما شاء الله، انتوا ناويين تعملوا فجالة خاصة بيكم لوحديكم ولا يا حاج؟ لو فتح سمعك الله يحظك يا باشا. طب والله الكلام على قولك يا بيه، مصر كلها تنفع فجالة، البلد دي فيها أحلى شغل. اللي يسمع كلامك كده يا حاج يقول مفيش ديون حكومية ومفيش بطالة يا سعادة البيه، الحكومة دي مديونة علشان بتخلص شغلها الساعة 2 وتروح تنام. ده لا اله الا الله، في حكومه تخلص شغل وتروح تنام الساعه دي؟ لا، احنا بنشتغل 20 ساعه في اليوم، 22 ساعه في اليوم، لو قفلت يا اسمي يبقى احنا نقفل. ربنا يديكوا الصحه يا حاج. اللي قول لي يا حاج، معالي الوزير فهمي خليل اشتغل معاكم؟ هو اخ وصديق وراجل محترم، بس لا ملوش دعوه بالشغل. بس واضح من اهتمام انه له دعوه. ما هو سبحان الله، ربنا لما يوفق القلوب ويألفها ببعض كده، لا إله إلا الله، يعني ما سبحان الله، قلب سعادتك وقلب سعادة الوزير ربنا يديمها نعمة. طب يا حاج، بس يا ريت تشوف لي صيغة تانية للاتفاق غير موضوع تثبيت سعر الورق ده. لا الله يبارك لك، ده هو ده أس الحكاية وأصل الموضوع. لا إله إلا الله، بقى سعادتك أنا هديك 300 مليون جنيه كاش، يعني ممكن اسمح لي يعني تشغلهم في 300 مشروع، ده هيعوضك عن تثبيت سعر الورق سعادتك. طلع السعر بعد كده الله يعوض عليك، نزل السعر الله يبارك لك ويبارك لنا. غلبتني يا حاج، انا موافق بس بشرط. انت طق، هنشغل نصهم عندكم في التوظيف يعني، وتديني اعلى عائد. انت تؤمر يا سعاده الباشا، علينا الاثنين. حاضر، بس بعد اذن حضرتك احنا نعمل العقد الاول ب 300 وبعدين تردوا لي نصهم، بعد كده نعمل بيهم عقد التوظيف، يبقوا عائدين جنب بعض، وادي لحضرتك الارباح اللي انت تشوفها. ماشي يا حاج، اديني فرصة كده اشوف التكييف القانوني لموضوع تثبيت سعر الورق. براحتك يا باشا. عندي سؤال تاني ليك يا حاج. امرني. هو انت ورا الحملة اللي بتحرم سعر الفايدة في البنوك وتعتبرها ربا وحرام هو في الحقيقة احنا مش وراها، بس احنا مع الحملة دي. ليه بقى؟
لان احنا كمان رافضين تثبيت سعر الفايده في البنك. احنا عندنا الارباح متغيره، والله احنا كسبنا المودع يكسب، احنا خسرنا المودع يخسر، في العقد اصلا مكتوب كده. افهم من كده ان الفلوس اللي هنحطها عندكم ممكن تخسر؟ انت بتقول ايه يا باشا تخسر؟ انت بتقول ايه؟ معاش اللي يخسرك. لا يا ماجد مالكش حق، انا فاكر ان احنا جايين نقابل السيد الوزير، بعد كده ما تفاجئنيش بحاجه زي كده. يا حاج وكيل الوزاره ده اهم من الوزير، هو اللي بيعمل كل حاجه، والوزير جه عليه، يعني هو اقدم من الوزير ويعرف الدهاليز كلها. انت قلت لي اسمه ايه؟ كامل فريد. طب خليك معايا باسمه على طول، صعبيت انسى اليومين دول. اسمه ايه؟ كامل فريد يا حاج. كامل فريد. على فكره انت غريب قوي يا محمد، عادي دي مراته من حقها تيجي معاه، وبرضه من حقها اللي هي نازله معاه عادي. يعني هي لو كده يا احمد كنت انا جيت لك ولا قلت لك حاجه؟ ما كانت هنا امبارح طول اليوم. طب هي فين دلوقتي؟ ما هي متلقاها جوه في المكتب. ها؟ هي لا اله الا الله، عايزني اخد موقف بناء على ايه؟ مفيش موضوع يتاخد بناء عليه موقف. طب نعرف حتى جت تاني ليه؟ هنعرف. امتى؟ يا سيدي دلوقتي، ولما نعرف بناء على اللي هنعرفه ناخد موقف. عبد التواب ده انا بقالي ساعة ندهلك يا راجل. انا متأسف والله يا حاج احمد، بس الهانم مرات الحاج فتحي طلبت مني شوية اوراق ودفاتر. ايه؟ اوراق ايه ودفاتر ايه؟ دفاتر حسابات الشركة. اهلا، انت عملت معاها ايه؟ اديتهم لها؟ لا جهزتهم، بس قلت اجي اشوف الحاج الاول عايز مني ايه. يعني انت لسه ما اديتلهاش حاجة؟ لا بس هوديهم دلوقتي على طول. لا يا عبد التواب ما توديش حاجة. اللي تشوفه حضرتك كنت عايزني في حاجة؟ كنت عايزك في ايه؟ اللهم صل على سيدنا محمد، كنت عايزك في ايه؟ كنت طب انا هفتكر ازاي؟ ما انا نادي لك من ساعة، بعد كده لما انت حضرتك تجيلي فورا. انا اسف. اتفضل. اسف. ايه؟ على فين؟ مالك يا دكتورة؟ مستغرب ليه؟ مستغرب اني جيت وما صبحتش علينا بدرية فجأة كده لقيناك هنا. مين يقول لي مين الكلام ده؟ انا عشان كده عملت الوصول وجيت اصبح. جيت تصبح ولا جيت تتحقق في مجي؟ عبنا يا بدريه ان احنا فاهمين بعض كويس قوي قوي قوي، عشان كده بنحسس على الكلام مع بعض. انت شايف كده؟ انت شايف غير كده؟ كنت عايز المدير المالي فيها بدريه. المدير المالي ده موظف في الشركه اللي تخص جوزي انا. الشركه اللي تخص جوزي دي تخصني انا كمان، وتخص الحاج محمد، وتخص الحاج توفيق يا بدريه. ماليش فيك، ماليش غير في جوزي وبس. احنا كمان لينا فيه يا بدريه. وعدها لك مره تانيه، الشركه دي تخص الحاج محمد والحاج فتحي والحاج توفيق وتخصني. على كل ان الدفاتر هتجيلك لو عايزه تتسلي شويه لحد ما جوزك يجي. انا اذنك. على فكره الموضوع ده خد دراسه اكتر من 6 شهور، لدرجه ان احنا سافرنا ناس امريكا هيوستن، ورجعوا من امريكا عملوا ملف قد كده، وبعد كده الموضوع كله باص. لا حول ولا قوة إلا بالله، بس أقول لك إيه يا كامل بيه، رب ضارة نافعة، يمكن ربنا سبحانه وتعالى عمل كده مخصوص عشان إحنا ننفذ اللي الوزارة كان نفسها فيه. فعلاً محدش عارف الخير فين. طب تسمح لنا يا كامل بيه نسخة من ملف هيوستن؟ ولو فيها أي صعوبة أو زعاج لسيادتك يبقى بلاش منها خالص. طبعاً ما ينفعش أعمل الكلام ده، لكن عشان خاطر معالي الوزير أنا هخدمكم، بس بشرط. الموضوع ده يبقى سر بيني وبينكم. يا باشا مفيش مخلوق هيعرف عن الموضوع ده أي حاجة غير معالي الوزير أبو ماجد عشان يعرف الواجب اللي أنت عملته معانا. والله بابا كان متأكد إن حضرتك مش هتأخر علينا أي حاجة. طبعًا معالي الوزير أفضاله عليا. والله يا فتحي بيه الوزارة خسرت الراجل ده. يا باشا ما أنا بقول لك رب ضارة نافعة، الوزارة خسرته وإحنا بحمد الله كسبناه، وبرضه كسبنا معرفتك بفضل وجوده معانا. لا يا بدرية أنت الغلطانة. ليه بقى ان شاء الله؟ ايه اللي يخليك تدوري في الدفاتر وبتدوري على ايه؟ انا لسه ما دورتش. وتدوري ليه من اصله؟ يا بنت الناس اللي موجود في الدفاتر دي خانات فيها ارقام محدش يفهم منها انها حاجه، كل المصلحه موجوده هنا. خص عليك يا فتحي، هو احنا مش اتفقنا نبقى جنبك قلب بقلب وراس براس؟ وايه اللي دخل القلب والراس في الفشه في كل الحاجات ديت في الحسابات؟ الله، ما انا لازم افهم يا فتحي. بقول لك ايه يا بدريه، انا راسي مش فيا وجتتي كلها مكسره.
يعني مش عايزك تتعصبي عليا من الاخر. انا ما بتعصبش يا اخويا، انت اللي هتتعصب اهو. وبعدين هو انا هلاقيها منك ولا من اخواتك؟ يا ست قلتلك مالكيش دعوه باخواتي. وانا من امتى كان ليا دعوه بيهم يا اخويا؟ وايه اللي جد؟ البرشام اللي بتبلبعه عمال على بطال، واللي عمال يهري في مخك وجتتك يوم ورا التاني. هو انا لاقيه؟ هو انا لاقيه مش لاقيه؟ وبعد من امتى انت بتخافي عليا؟ من امتى؟ وبعدين بقول لك على حاجه، ريحي نفسك، لا ليكي دعوه بدماغي ولا بمخي ولا بجتتي. امال يبقى ليا دعوه امتى ان شاء الله؟ لما الاقيهم غموا لك عينيك وبيمضوك حتى على هدومك وانت مش حاسس؟ لم نفسك يا بدريه، شايفان عيل صغير ولا برياله؟ جرى ايه يا فتحي؟ هو انت عايز تغلطني وخلاص؟ ماشي يا اخويا، لو انا غلطانه قرات فانت الغلط راكبك من ساسك لراسك، بس على الاقل بقى انا بدافع عن حقي وحق عيالي. يا وليه انت ناقصك حاجه؟ طلبت حاجه وما جاتلكيش؟ لما ما كنتش عارفه لي حق فيك وفي فلوسك يبقى ناقصني كل حاجه يا فتحي. ريحي نفسك يا بدريه، ريحي نفسك. الدفاتر اللي انت روحت تدوري فيها ديت مش هتفهمي منها اي حاجه، الدفاتر كلها موجوده في راس العبد لله. ما هي دي المصيبه يا اخويا، ان دماغك مش فيك يا راجل. ده انت ما تعرفش عيالك هنا ولا عند جدهم، مع انك انت اللي بعتهم بنفسك، ودول حيالله واد وبنت. اذا كان عيالك مش في دماغك، فلوسك هتبقى في دماغك. يا فتحي يا حبيبي، انا عارفه انك مسلمني قلبك من يوم ما عرفتني، ليه مستخسر فيا دماغك وحارمني اني ابقى سرك وتبقى سري؟ طب بذمتك انت في حد هيخاف عليك قدي؟ هيا فتحي، قلت ايه؟ قلت لا اله الا الله، لا اله الا الله. ايه ده بدرية؟ لقيتي فين؟ عاوزه؟ هاتي والنبي يا بدرية. قولي يا بدارة زي زمان. هاتي يا بدارة. وحتوديني الشركة يا فتحي؟ هوديك، بس هاتي بقى. وحتسلمني دماغك يا فتحي؟ انا كل ديك يا بدرية، كل ديك. بتعمل ايه يا قلبي؟ كده يجي لك قرح، انا هجيب لك مية. اي صاحبتك ايه قالتها لك بعظمه لسانها؟ اسمعيها بقى. ما هي طبعا لازم تقول كده لانها بتفكر في الموضوع بعقلها، لكن انا بفكر فيه كزوجه ليا، قلبي واحساسي ومشاعري. يا جماعه في ايه؟ ما تفهموني، انتوا عارفين يعني ايه احساس زوجه؟ جوزها رايح يقول لها انا رايح يا حبيبتي لمراتي اللي قبليكي علشان اخد منها ابني ولا بنتي. وبعدين انا عارفاك كويس قوي، هتطبطب وتتمحلس وتديدي علشان توصل للي انت عايزه. يا بنتي يا بنت الحلال، مين قال انه هيطبطب ويتمحلس؟ الراجل ده رايح في مهمه محدده هيعملها ويرجع. وبعدين مين قالك ان هي قاعده مستنيه؟ لا فض فوق يا كرمك الله، شوفي الكلام الموزون الحلو، يعني ما تاخديهاش بس من عند الطبطبه والمحلس. بقولك ايه، لميا دي لو كانت مكاني كانت هتعمل زي بالظبط، علشان ساعتها كانت هتفكر في الموضوع من خلال احساسها كواحده ست. وبعدين احنا هنروح بعيد ليه؟ لميا اصلا اتطلقت علشان ما فكرتش في مشكلتها الا من خلال احساسها كواحده ست. عندك حق، وانا ما بغلطكيش يا هناء، لكن برضو لازم نوصل لحل وسط، والعند في الحاجات دي مش كويس. ماشي انا موافق، انا مش هسافر يا ست لوحدي، بس كمان مش هسافر معاكي. انا ممكن اسافر مع محمد وهو يضمني عنك. ها افكر. ولا انت بقى ما بتثقيش في محمد؟ لا طبعا بثق فيه، بس برضو سيبنا افكر. طب يا ستي فكري بقى، فكري بقى يا ساتر. قولي لي يا لميا، الراجل قريبكم اللي في التلفزيون ده اسمه ايه؟ عبد السلام نبيل. عبد السلام نبيل، الله يبارك لك، عايز اكلمه ضروري قوي قوي قوي. وانت عايزه في ايه؟ انا لا مفيش حاجه، بس كنت مفاجاه بس هقولها لك. ان شاء الله ناوي اعمل فوازير. لا والله، ولما انت هتعمل فوازير نيلي بقى ان شاء الله هتعمل ايه؟ لا يا ستي، انا هعمل فوازير تانيه خالص غير بتاعه نيلي. وانا اقدر على زعني؟ يا صباح الفل يا حقيقه. لا اله الا الله، انت تاني؟ وبعدين بقى خير يا دكتور احمد؟ ان شاء الله كل خير، بس هو في الحقيقه خير يخص جوز حضرتك، ما يخص انت عارفه لو يخصك والله كنت قلتهولك. حاج احمد. امور يا حاجه. ايه الخبر اللي كنت جاي تقوله لفتحي ومستكتر عليا اعرف؟ ده شغل يا حاج، واي حاجه تخص الشغل سبحان الله بستكترها عليكي. لا ده كان زمان. ليه؟ ايه اللي جد ان شاء الله؟ اني بقيت طرف في الشركه زيك وزي اي شريك فيه. مين اللي اداك الحق ده؟ جوزي وشريكي. جوزك؟ شريكك سابقا، دلوقتي خلاص بقى على قوتنا احنا. ما كنتش استقويت وجيت النهارده وبقلب جامد. والحاج فتحي طبعا هو اللي قواكي. وهو انا اعرف منكو حد غيره؟ وقواكي بقى بايه ان شاء الله؟ بدماغه اللي فيها كل حاجه. دماغه
قربت تسقط. اديك قلتها وبعضمة لسانك، دماغه دي اللي خلتني جيت هنا. وبعدين يا احمد دي تبقى مصيبه. ايه يا واد ملك؟ زي ما يكون عامل عامله كده وخايف للست عينه تعرف. يعني عايز نعمل ايه يا احمد لما اشوف اخويا فتحي الكبير بيسلم رقاب اخواته لمراته ومش اي حد؟ دي بدريه يا احمد. عندك حق، بقت مستفزه قوي اصلا. فتحي يعمل كده ليه؟ مش عارف، وده اللي انا نفسي اعرفه. استاذ عبد التواب. اهلا يا فندم. يا ريت الورق اللي بتلف بيه على المكاتب ده يبقى يعدي على مكتبي الاول. ايوه بس حضرتك. ما ترغيش كتير، اسمع الكلام وخلاص. سيدة مصر الاولى يا سيدي عايزه تسوقنا زي ما هي عايزه. يا فتحي احنا نفسنا اللي اسمنا اصحاب الشقه، ما حدش فينا علا صوته على موظف قبل كده، يبقى اول ما صوتنا يعلى يبقى صوت واحده ست. اللي أثر في شغله يتشد، وهي ما غلطتش عشان عايزة تمشي الشغل. وهي إيش عرفها في شغلنا يا فتح؟ ده بيني وبينك بقى. يبقى إلا وإلا تعرف يا أخي. وبعدين أنتوا حاطين نقراكم النقرها ليه؟ دايماً مغلطينها ليه؟ لا أنا ما بغلطش حد، أنا بكلمك أنت، وبصراحة لو في غلط يبقى عندك يا حاج. اسمع بقى منك ليه؟ أنا دماغي مش ناقصة، ومش على آخر الزمن أخويا الصغير هيحققني ويركبني الغلط. طب ممكن تهدى عشان نعرف نتكلم؟ أنت هتلاعبني؟ اهدى ومش اهدى. أنا عايز أعرف أنا غلطت في إيه؟ يا حاج فتحي، هي من امتى بدرية وهي طرف في شغلنا؟ يعني ايه طرف في الشغلانة؟ فسر كلامك انت كمان، وقبل ما تفسر اعرف انك بتتكلم عن مراتي. لا معلش اسمح لي، مراتك ده في البيت، انما هنا لا، ما هي ما تتحشرش في الشغل. مراتي ما تفرقش عني حاجة يا احمد، انا مش زيك، ومن هنا ورايح، انا وهي واحد. يا احمد بالراحة، مش عايزين صوتنا يعلى. انا عايز افهم، استنى انت، يعني ايه واحد؟ بعمارة ايه؟ هات لي عمارة، واحد ليه انت وبدرية؟ كانت شافت ايه من المر اللي احنا شفناه عشان نعمل قرش على قرش عشان نوصل للخير اللي احنا فيه اللي هي بتتمرمك فيه؟ الله، لا اله الا الله، انت مش مكتفي بكده يا حاج فتحي، ده انت جبت لها الخير كله وحطيته لها في طبق واديته لها. لا انا واخوك وابوك لينا في الخير. وبدريه مراتي ليها برضو يا احمد، ورجلك فوق رقبتك. يا جماعه دي مش طريقه مناقشه. اهدى يا احمد، اهدى يا فتحي. يا حاج فتحي انا مش هسمح لك انك تسمح لبدريه تحط ايديها في الطبق ده تاني. انت عارف ليه؟ لأنها لو مدت إيديها بعد كده هتحط صوابعها العشرة في عينينا، وأول عينها تبقى أنت. وأنا الآخر مرة يا أحمد بقول لك اوزن الكلام اللي بيطلع من بقك، وراعي إن دي مرات أخوك الكبير. ما تبقاش كبيري لو كبرتك طالع. أنت ما تفرقش عني حاجة يا أحمد، أنا مش زيك، ومن هنا ورايح، أنا وهي واحد. يا أحمد بالراحة، مش عايزين صوتنا يعلى. أنا عايز أفهم، استنى أنت، يعني ايه واحد؟ بعمارة ايه؟ هاتلي عمارة، واحد ليه انت وبدرية؟ كانت شافت ايه من المر اللي احنا شفناه عشان نعمل قرش على قرش عشان نوصل للخير اللي احنا فيه اللي هي بتتمرمك فيه؟ الله، لا اله الا الله، انت مش مكتفي بكده يا حاج فتحي، ده انت جبت لها الخير كله وحطيته لها في طبق واديته لها. لا انا واخوك وابوك لينا في الخير. وبدرية مراتي ليها برضو يا احمد، ورجلك فوق رقبتك. يا جماعه دي مش طريقه مناقشه. اهدى يا احمد، اهدى يا فتحي. يا حاج فتحي انا مش هسمح لك انك تسمح لبدريه تحط ايديها في الطبق ده تاني. انت عارف ليه؟ لانها لو مدت ايديها بعد كده هتحط صوابعها العشره في عينينا، واول عينها تبقى انت. وانا الاخر مره يا احمد بقول لك اوزن الكلام اللي بيطلع من بقك، وراعي ان دي مرات اخوك الكبير. ما تبقاش كبيري لو كبرتك طالع. يا اختي ما صدقش نفسه لما شاف بعينيه 500,000 جنيه في نفس واحد. قال لي بقى الحاره المعفنه بتاعتكم دي يطلع منها الفلوس دي كلها. قلت له يا اخويا واحنا مالنا، المهم ان الفلوس في ايدك وخلاص.
وقال لك هيديكي كام في المية؟ 30% مرة واحدة. وكتب لي الوصل باسم اسمه ايه ده اللي خليتيني اكتب الوصل باسمه، وقال لي ده مين ده؟ قلت له يا اختي واحد من الحتة عندنا. وفين الوصل ده؟ اهو يا ست بدرية. قال مين اللي الوصل باسمه ده يا ست بدرية؟ ده سعيد جوز اختي، وزي ما اتفقنا يا منير ليكي 1%، بس لو فتحتي بقك وجبتي سيرة لحد تنسي 1% وتنسيني وما تورينيش تاني وشك في أيها حتة. هو أنا مجنونة أنا شافتح بقي بكلمة؟ ده لو ضربوني بالكرابيج لا يمكن أنطق بكلمة واحدة. لا افتح بقي إيه؟ قال الحاج فتحي هنا ولا لسه مجاش؟ لا هو لسه مجاش، بس أنت هتقعدي تستنيه. ليه يا حاج؟ عشان أنا عايزاه يشوفك هنا. بصراحة يا حاج أنا قلقان قوي وشامم ريحة مش حلوة خالص بين أحمد وفتحي، لازم حد كبير يحلها يا حاج، عشان كده جيت لك. جيت لنا؟ كتر خيرك يا ابني. ولا ادم؟ نعم يا حاج. روح بسرعه ولا هات 2 شاي. انا يا حاج جيت لي بصفه الكبير يعني يا سي محمد. هو في حد عارف لاخواتك دول كبير دلوقتي؟ اهو انا الاواني يعرفوا ويفهموا يا حاج. يعرفوا ايه ويفهموا ايه؟ اخواتك دول نمرده مالهمش كبير. عارف مين كبيرهم؟ القرش. القرش وبس. الله ربنا يهديهم بقى. المهم ايه السبب بقى في الريحه الوحشه اللي انت شميتها دي يا سي محمد؟ الست بدريه مرات فتحي. اخص على دي ست اهي، بدريه دي جلابه الهم والمصايب. ما حدش هيجيب داخل العيله دي الا واحده ملعونه زي بدريه. قول يا محمد عملت ايه بقى بوز الاخص دي؟ مش مهم يا حاج عملت ايه دلوقتي، المهم احمد وفتحي كل واحد فيهم بقى ايده في عيب التاني وصوتهم عالي على بعض يا حاج، ودي مشكله لازم تتحل. لو ما اتحلتش هتبقى مصيبه وهيبقى لها ديل يا حاج، والمؤاخذه بقى الديل جرجر ورانا واحنا كلنا ما فيش حد فينا له خلق يبص ورايا يا حاج. صح يا حاج صح، عين العقل يا هات. اسمع احنا بكره كلنا نتغدى سوا، انت عليك تقنع احمد، اما فتحي سيبه لنا. جبت الطلب يا غريب؟ ايوه يا حاج اتفضل. روح انت خليهم يعملوا لي شاي. يا اختي انا اتاخرت قوي وعايزه امشي بقى. مش هتمشي لما يجي اهو يا اختي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاج. يا حاج فتحي تعالى. ايه سلامة الشوق ده؟ مفيش حد غريب، دي منيرة مرات ابوك. اه والله ما لحقت اشوفك. يا اهلا يا اهلا. ازيك يا منير؟ ازيك يا حاج فتحي؟ اقعدي اتفضلي. الله يكرمك. ازاي الواد صلاح اخويا؟ الحمد لله اهو جوه مع العيال. اه طيب اسيبكم انا براحتكم. ده ايه وحصلك يا حاج؟ براحتك. بيت بيتك يا منير. الله يكرمك يا حاج. رايحة فين يا سميحة؟ ورايا حاجات كتير لازم أعملها. اللي لازم يبقى وراكي وحواليكي وقدامك يا شون جوزك وبس. وطول ما أنا تحت عينك في البيت لازم أنت تبقي تحت إيدي، فاهمة؟ فاهمة يا سي أحمد، بس أنت من إمتى بتكلمني باللهجة دي؟ من هنا ورايح. حاضر هروح أشوف اللي ورايا. لما أخلص كلامي. أنا افتكرتك خلصت كلامك لما اديتني ظهر. لا وأنت الساده لسه الكلام ما ابتداش يا سميحة. هو انت زعلت مني يا اخويا من الكلام اللي قلته لك؟ عادي يا سميحة. احنا حياتنا لما بدأت انا وانتي بدأت بيا وبيكي وبس. اول حد دخل علينا مواشي. ايه لازمته بقى على اخر الزمن ندخل الست هانم حياتنا ونفتح لها الابواب؟ هانم على نفسها يا اخويا، وهي التصرفات اللي عملتها معاكوا دي تنفع تبقى تصرفاتها هانم برضو؟ انتي مالكيش دعوة بالتصرفات اللي عملتها معاها. المهم اللي عملته بدريه معاكي. هي تستجري تعمل معايا حاجه؟ الله، امال اللي انت قلتولي ده ايه؟ انا سلمتها وداني اه، بس كانت ودن من طين وودن من عجين. معقوله يا اخويا اسلم وداني لواحده عايزه توزيلي اتجسس على جوزي؟ والكلام ده حصل امتى؟ مش مهم امتى، المهم ان انا ما عملتش بيه. لا هو الاهم انك سلمتيها ودانك. من يوم ما فتحت محلات الذهب خدتني من ايدي في العربيه ولففتني على كل محلات الذهب. اه وبعدين؟ اول ما قالت لي لما يبقى اللي في الوش عند ولاد توفيق ذهب مرصوص في البتارين يبقى اللي جوه عندهم ايه، حسيت انها بتدور وراه. وما قالتلكيش بتدور ورانا ليه؟ قال ايه؟ عشان مستقبلنا.
استقبل مين؟ انا وهي. وانت كان رايك ايه؟ مش انت قلتلي طول ما انت تحت عناية يبقى انا تحت ايدك؟ ايوه. خلاص انا دلوقتي ما وريش حاجة غيرك. وايه اللي لم الشامع المغربي؟ ما قلتليش يعني ان منيرة بتجيلك. وانا من امتى بقولك يا فتحي؟ ولا انت من امتى بتبقى عايز تعرف اصلا؟ يا حاج انت معايا ومش معايا؟ يا ست ربنا معانا كلنا. بقول لك ايه يا بدريه، انا دماغي مش فيا، مش عايز حوارات كتير. مفيش حوارات ولا حاجه، انا بودها عشان محدش فيكم بيعبرها. وبعدين يا فتحي محدش ضامن عمر، ربنا يدي الحاج توفيق الصحه وطولة العمر. اللهم امين، ويهديكي ويكملك بعقلك ويبارك لي فيك ويخليك لي وتنصرني على مين يعدين. طب نامي يا بدريه نامي. بص بقى، علي اهم حاجه بالنسبه لك، فهماني؟ فاهمه مدام، خصوصا وانا مش موجوده في البيت. حاضر مدام. والحاج احمد يو نو وات از هاج؟ يس مدام، حاجه الله اكبر. برافو عليكي. الحاج احمد ده بقى بالذات لما يبقى موجود في البيت انت مش ليكي تعوب عليا خالص. عليا هعملها انا كل حاجه. اوكي ليه مدام؟ ليه؟ عشان هو بابا عليا، هو مش عايز يجيب حد هنا يشتغل في البيت. مفهوم مدام، هو مش خايف الناس التانية في البيت. يعني بذمتك ما انتش شايف شكله بقى عامل ازاي يا راجل؟ ده حاله بقى يصعب على الكافر. نعمل ايه؟ وانا كنت ضربته على ايده عشان يبقى بالشمجي. بص بقى يا حاج احمد، احنا بنقول يا حيطه دارينا، يعني المشاكل والخلافات دي لو بانت هتعمل لنا شكل مش حلو خالص. هو صحيح غلط وهو كمان مستغلط نفسه، بس يا اخي ده اخوك الكبير برضه، اديله عذره. ها قلت ايه بقى؟ ماشي، بس بشرط واحد. اشرط زي ما انت عايز. بدريه ما تجيش. اهو كده انت بقى عداك العيب، وكده يبقى احنا بنتكلم كلام رجاله بجد. جاري يابا جاري، هو احمد ومحمد ولادك ولا مش ابنك ولا ايه؟ اقعد يا فتحي اقعد واهدى واستنى لما اخلص كلامي، انا لسه ما خلصتش. استغفر الله العظيم يا رب، انت مش هتبطل الزفت اللي انت بتبلبعه ده؟ لا مش هبطل ومش ده موضوعنا. ماشي يا حاج فتحي ماشي، اسمعني كويس يا ابني، انا هقول لك حاجه عايزك تحطها حلقة في ودنك. القرش يا فتحي زي فرعون، لو لقاك ضعيف يركبك ويسوقك ويفضل سيئك لحد ما تشوف بعينيه، بعينيه وبس. والقرش يا ابني ما يفرقش عن المرض حاجة لو ركبت راجل. ما يفرقش عن ايه؟ عن المرض لو ركبت ايه؟ راجل. يعني ايه؟ انت تقول زيهم يعني؟ بدريه ركبان يابا، انت يرضيك كده يعني؟ اسمعني كويس يا فتحي، احنا يا ابني ربنا ابتلانا بالاتنين، القرش والنسوان، ودول لوحدهم ممكن يودونا في 60,000 دهية يدفنونا بالحياة لو غفلنا عنهم لحظة واحدة. وادي النتيجة، بدأت تمد ايدك على اخوك أول ما مراتك حطت رجليها على عتبة الشركة. أنا مديتي على أخويا عشان غلط في مراته قصادي، أخويا الصغير غلط في مراته قصادي، أعمل له إيه؟ وبعدين عملت إيه؟ هي راحت شركة جوزها، عملت إيه يعني؟ كفرت؟ لا يا أخي ما كفرتش، بس هتكفركم. بدري ما غلطتش، ما غلطتش، صدقني ما غلطتش. خلاص خلاص يا فتحي، إحنا ننسى اللي فات خالص، نرميه ورا ظهرنا. دي كانت احلى حاجه فيكم يا ولاد توفيق، انكم دايما بتبصوا لبكره. خدوا بالكم، لو بصيتوا وراكم دلوقتي هتنكفوا على وشكم. لو بصيتوا وراكم هغرالكم ايه؟ لا يابا مش هنكف على وشنا، انا لما ابص لفلوسي ومالي ولمراتي وعيالي عمري ما اتكف على وشي. خلاص يا فتحي خلاص، خلصنا من غير ما نلت ونعجل كتير، ومن الاخر كده احنا هنتغدى سوا ونقعد ونتكلم ونحل كل مشاكلنا ونصفي كل حاجة بينا من غير ما أي حد يحس، لأن لو في حد حس إن بينا مشاكل مهما كانت صغيرة هيفضل ينفخ فيها لغاية ما تبقى جهنم ونولع فيها كلنا. ما كفاية اللي بتبلعه ده يا بقى، كفاية. لا مش كفاية. كفاية ليه؟ أنا مش مراتي بتركبني يا بابا. مش كفاية مش كفاية. أهو فتحي أهو. وين؟ خلاص يا حاج انا مش هخرج من ايدك، ما اشوف اخرتها مع احمد ايه.
يا خوفي من اخرتكم يا ولاد توفيق. شفت يابا؟ شفت المحروس ابنك الدكتور اللي جامعنا عنده في شقته؟ ما جاش وما عبرناش. اهدى يا فتحي، اهدى. امال يا ابني، ده احنا لسه بنقول يا هادي، ده احنا ما اتغديناش حتى. هو ما قالكش هيروح فين يا محمد؟ مشوار صغير كده يا حاج، وزمانه جاي، بس هو اتاخر فعلا قوي. قول له يا محمد، قول له المقصود بالزعلة دي انا مش بدرية مراتي. والله العظيم يابا. بعدها لك بقى يا حاج فتحي. الله، ملوش لازمة الكلام ده. امال هو مش اشترط يابا قصادك اني بدرية ما تحضرش القعدة دي؟ لا حول ولا قوة الا بالله. واحنا ايه اللي جاب سيرة بدرية دلوقتي؟ ما احنا اتفقنا ان احنا هنسرب النسوان كلها عشان نقعد قعدة رجالة، واللي ليه حق ياخده. قولك في ايه ان هو ما جاش الوقت بقى؟ والله ما عارف اقول لك ايه بالظبط يا حاج فتحي. بصراحة يا ابني لحد دلوقتي انت عداك العيب. الليلة دي مش هتتظبط إلا بمجيته، ولو ما جاش هيخلي رقبتي زي السمسمة قدامكم، هيصغرني قوي، وساعتها خلاص هعتبر نفسي إن ما بقتش كبيركم. ما تصلي على النبي يا حاج، ما تقولش الكلام ده، الغايب حجته معاه. طب هو هيكون راح فين يعني؟ راح عند أمجد سعيد يا حاج. شفت يابا، عند أمجد سعيد. يعني هو فضل يقعد مع بسلامته عن يقعد مع أخوك كبير، أخوك كبير اللي جاي يعتذر له. اسمع يا محمد، انت تبلغه من بكره ان الشركه وكل ما املك بدريه تتصرف فيه براحتها، وانا مش عايز اشوفه تاني. انا ماشي. اهدى يا فتحي، اهدى يا ابني، استغفر الله العظيم. الحق اخوك يا محمد، الحق ما نشوف اخرتها. لا حول ولا قوه الا بالله. ربنا يهديكوا يا اولاد توفيق، ربنا يهديكوا ويكفيكوا شر العين والنسوان. بسم الله ما شاء الله. دعيلها الى ماندا كله امجد. اصل انا احب ادلع نفسي قوي، احب ادلع نفسي موت. لا ما هو واضح. بسم الله ما شاء الله، ده انت فكرتني بالمهرجه ده الهندي اللي في فيلم فؤاد المهندس. مهرجه مين يا حاج؟ ده نيجي 25 مهرجانين في بعض. بس برضو يعني لا مؤاخذه يا حاج، ده انت بقيت يجي ازيد من 500 مهرجه. الحمد لله رب العالمين. بس انت ما بتعجبنيش في حاجه يا احمد برضو، معلش ما تاخذنيش يعني، زنق نفسك في حق كده هوت انت واهلك. انا مش حاج احمد برضو. يعني حق بقى امجد، الحمد لله مبسوطين وعايشين. وبعدين ما تنساش ان انا عندي 3 حقوق مش حق واحد. ما هو ده كمان بيتي الرابع. ايه ده، انت اتجوزت الرابع يا امجد؟ برنسيسه زي بتوع الافلام الامريكاني بتاعت زمان. اول ما عيني وقعت عليها يا اخويا اتدقلكت وقعت على ملوش. بسم الله ما شاء الله. ايه ده؟ وده ايه ده كمان يا سيدي؟ لا 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 لا، اوعى، ده الدلع كله. ده انت تقعد كده هو تبدد زي ما كان طرزان كده قاعد في الغابه لو تفتكر. ها، وتقعد بقى كده تفكر وتزرع وتعيش. طب وانا بقى لما اقعد زي طرزان كده هنا واسرح واعيش، هسرح في ايه؟ الشغل ولا في النسوان؟ في الاثنين. ولا اقول لك، ساعات ما بقاش عايز اسرح خالص، بس المهم ابقى زي طرزان. طيب احنا ايه، هنفضل ماشيين في الغابه كده برضو طرزانات؟ مش هنقعد بقى؟ لا مؤاخذه، اصل يعني جماعه ساعات بيبقوا قاعدين براحتهم. تعال نقعد هنا. اتفضل. يا عم ايه اللي انت عامله ده كله؟ ليه كده يا امجد؟ طب هنصدر فاكهه من هنا ولا ايه؟ امال هنودي الفلوس فين يا حاج؟ سيدي ربنا يوسع عليك. انا معجب بدماغك قوي يا احمد، وعاوزين نوسع دايره الشغل اللي بينا. بس انا ساعات كده بحس يعني انك انت عايز تاخد جنب لوحدك. لا طبعا، لا والله ابدا. بص انا عارف ان الحاج فتحي ما بيطقنيش وما بنزلوش من زور. مش قوي كده يا عم امجد. لا لا ابدا خالص، وانت عارف يا حبيبي الشغل الصح احنا ما نقولوش لا ابدا. الموضوع ده كبير قوي قوي يا احمد، بس مش اكبر مننا. أنا عارف أنت دماغك رايحة فين. رايحة فين؟ خطة التنمية. مش بقولك أنا معجب بدماغك. إحنا لو حطينا روسنا دي على روس بعض كده أبو حميد، ها؟ هنتحط في لستة أغنى أغنياء العالم بعون الله. أنا الموضوع ده مش في دماغي خالص. خطة التنمية دي هتحطني في عب الدولة، والعب ده أنا ماليش فيه. ما أنت العب كله في جيبك. أيوة، بس ساعتها هبقى أنا اللي في جيبهم مش هما اللي في جيبي يا أمجد. عشان كده لا، انا عايز اعمل حاجه تانية خالص. معك في اي حاجه؟ فرن صغير في كل دايره، في كل حي، في كل محافظه من اسكندريه لاسوان. طب ما هي دي خطه التنميه اللي بيتكلموا عنها.
أفران أو مخابز عملاقة في جميع المحافظات؟ هم عايزين يعملوها عملاقة. لا أنا مش عايز عملاقة، أنا عايزها صغيرة قوي بس كتير قوي. أنا كده قريت اللي في دماغك. مش مهم اللي في دماغك، المهم أنا عايز أعمل إيه. بس نعمل مصانع التوب الطفلي. لا إله إلا الله يا أمجد، خطة التنمية طول عمرنا بنسمع عنها إنما ما بتحصلش. هتحصل يا بيه لو إحنا عايزينها تحصل. حاضر، معاك في الطوب الطفل وانا اعتبرني معاك في الفرن من دلوقتي. طيب ايه رايك بقى لو دخلت معايا فرن تاني يا امجد؟ معاك في اي فرن. عايزين نعمل اي شغل في اليونان. مش معنى اليونان، عايز اجيب ابني من هناك. وانت عدم المؤاخذه، ابنك بيعمل ايه في اليونان؟ مع امه. وانت متجوز يونانيه؟ بسم الله. يا اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا الف مرحب. الله يرحمك يابا. خير، في ايه؟ مرحب بيك يا اخي. ايه فيها حاجه دي؟ لا مفيهاش حاجه، بس ده لو انا جاي من السعوديه ان شاء الله، انما ده احنا عايشين في بيت واحد بوزنا بوز بعض. عايشين في بيت واحد وبوزنا بوز بعض. وانا ابوك بكده ولا ايه؟ بس للاسف انت ما بتحترمش ابوك، بتصغره قدام اخواتك. ليه يابا بتقول كده؟ معاش اللي صغرك. عاش وكان يا سيدي. اسمع يا احمد من الآخر كده يا ابني، أنا عايزك تخلص الموضوع اللي بينك وبين أخوك فتحي، تخلصه خالص مهما كان فتحي الكبير برضو. صدقني يا ابني انتوا في النهاية ملكوش غير بعض. حاضر يا ابا، إن شاء الله كله هيخلص إن شاء الله، بس ما تاخدنيش على قد عقلي يا أحمد. أنا عايزك تخلي صدرك واسع كده وتشغل دماغك وتخلي عندك شوية صبر. صحيح انت الأصغر بس في نظري انت الأعلى. العفو يا ابا. العفو والله، انت لو عايزني اعتذر له ابص على راسه واعمل كده. حاضر يا سيدي. انا لا عايزك تعتذر له ولا عايزه يعتذر لك، انا عايزكم تتكلموا مع بعض وتصفوا كل حاجه وترموا الموضوع ده اكنه ما كانش من اصله. يا انا صدقني الناس شايفاكوا في صوره تانية خالص. بلاش شغل العيال ده بقى، انتوا كبرتوا عليه، كل واحد فيكم دقنه بقت طايله صدره. ما تضيعوش وقتكم في الكلام الفاضي ده، سيبونا بقى نفوق لشغلنا واكل عيشنا. مش عايزين نشمت فينا حد يا احمد يا ابني. وخلي بالك من اللي هقوله لك ده كويس قوي، الناس بتضرب بيكوا المثل في التقوى والايمان والانضباط والاستقامه، عشان كده مسلمينكم رقابيهم. ربنا يقينا شر ظلم الناس يابا وشر ظلم انفسنا. امين يا رب العالمين. طيب تعال معايا يا دكتور. على فين يابا؟ تعالى بس. طب قول لي على فين. طيب يابا تبطل اسئله بقى، تعالى مالك بواخر. محمد رسول الله. تعالى. ايه ده؟ ايه ده؟ بقول لكم ايه يا اولاد توفيق، اديكوا قصاد بعض اهو، اقعدوا وتكلموا وفضفضوا، خرجوا كل اللي جواكم، اعملوا كل اللي انتوا عايزينه. المهم عندي انكم تخرجوا من الاوضه دي وايديكوا في ايد بعض. تخرجوا لي انا هستناكوا بره على الكنبه مش هتحتح، الا لما تقولي وتقولوا لي خلاص يابا. صافي يا لبن حليب يا قشطه. ربنا يهديكم. هنفضل واقفين ساكتين كده ما نقولش ولا كلمة؟ اللي تشوفه حق احنا. والله اللي انا شايفه اننا نحط ايدينا في ايدين بعض وننسى اللي فات كأنه ما كانش. ودي ايدي هي يا احمد. سامحني يا حاج. ما تزعلش مني بس لو في حاجة بينا وبين بعض قولها بينا وبين بعض، مفيش داعي قدام اخوك الصغير وابوك هتفضحني يا احمد. عفوا يا حاج، ما تقولش كده. معاش اللي يفضحك ده، انت الكبير. ساعات بحس ان انت الكبير، ساعات بحس ان انت مسؤول عني. العفو، انا ما اقدرش استغنى عنك يا حاج فتحي ولا اقدر ابعد عنك. يعني فهمتني يا احمد؟ من زمان قوي يا حاج، فاهمك من زمان قوي. انا اكتر واحد فاهمك والله، بس هو اللي جد علينا، اللي قلب حنا وشقلب كياننا. ما انت عارف انا هقول لك. قصدك ايه تاني؟ لا 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 لا، الله يبارك لك يا حاج، الله يبارك لك، مش عايز اتكلم في السيره دي. لا، ما احنا لو اتصافى لازم نطلع كل اللي جواه.
انت قصدك بدريه؟ بدريه صح. ابوس ايدك يا حاج، بلاش السيره دي بقى. انا عارف ان بدريه هي السبب، حتى لو بدريه غلطانه انا هغلطك انت. ليه يا حاج؟ عشان بحبها. وهو يعني عشان بتحبها يا حاج؟ لا مؤاخذه يعني لا بقول لك بحبها، بحبها ما اقدرش ارفض لها. طب وليه ده كله يا حاج؟ ما اعرفش، يمكن ادمنتها هي كمان، يمكن عامله لي عمل. مش انا اكتر حاجه في الدنيا بحبها الفلوس؟ انا ممكن ارمي الفلوس اللي كسبتها تحت رجليها، انا ممكن اعمل لها اي حاجه عشان اشوف ضحكه منها. لا اله الا الله. انا خايف يا حاج تطلب منك راس ابوك واخواتك ترميهم تحت رجليها. كلام اللي انت بتقوله ده احمد كلام ايه؟ لا لا مفيش حاجه، مفيش حاجه يا حاج. خلاص خلاص خلاص، الله يبارك لك، انسى اللي انا قلته كله يا حاج. اللي بيني وبينك مقدور عليه صدقني، بس خد بالك من بدريه، خلي بالك من بدريه. اي حاجه تانية انساها، خد بالك من نفسك يا حاج، وما تنساش انك انت بقيت رئيس مجلس اداره الشركه، يعني انت اللي في وش المدفع يا حاج فتحي. لا كلنا في وش المدفع، مش عايزين نضحك على بعض يا ابن توفيق. بقول لك ما اقدرش ارفض لها طلب. ما ترفض لهاش طلب، ما تقولهاش لا، بس على الاقل يعني مش لازم تعرف كل حاجه عن الشغل، تعرف بس اللي احنا عايزين نعرفه لها. ماشي ماشي، ده انا عارف اعمل. هعرف، ما تقلقش ما تقلقش يا احمد، هعرف اعمل ده. مش قلقان مش قلقان. طب ايه بقى؟ الله، ما يلا بينا نروح نشوف ابوك ده. يلا، لانه هو اللي قلقان. يعني مش زعلان مني؟ عيب عليك. ها؟ يلا ان شاء الله يا حبيبي فتحي، بامر الله تعالى انا هذبح. في حاجات كده بيبقى لازم لها ذبيحه ان شاء الله. شفت اللي قال لك صافي يا لبن؟ اهو بياكل رز بلبن. دول 1200 نجف يا فندم. تمام جدا، شوفوا لنا بقى الرسوم والجمارك بتاعتهم ايه، الله يكرمك عشان ندفعهم. انا مش عايز يبقى عليا جنيه سحتوت واحد. الله يكرمك، خدوا حق الدوله وادوني حقي. الله يبارك لك، دي امانه ولا ايه؟ اكيد يا حاج. من الناحيه دي تقلقش يا حاج، انا هشف عليهم بنفسي لغايه ما تحملوا في العربيات. بس البضاعه دي مش باسم شركة الريان يا فندم. أيوة فندم تمام، هي باسم ماجد رمسيس. احنا معانا تفويض في الحقيقة بإنهاء كافة الإجراءات الجمركية والرسوم وكل حاجة، وبعد كده هنخزن البضاعة عندنا لحد ما يجي يستلمها بالسلامة. أمانة. ماشي يا حاج، أصلا أنا استغربت لأنه مسيحي. لا يا فندم، كلنا أخوة في الله سبحانه وتعالى، وبعدين التجارة ملهاش ملة، ملهاش دين في الحقيقة. المهم في التاجر حسن المعاملة وحسن الخلق. بارك الله فيك يا حاج، كله تمام؟ كله تمام يا فندم. طيب شوف شغلك، عايز البضاعه دي تكون بره في اقل من 3 ساعات. اقل من ساعتين بس يا فندم. الله الله اكبر، قول ان شاء الله يا سيدي، قول ان شاء الله. لا تقل اني فاعل هذا الا ان يشاء الله. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. اعمل حسابك منك ليه؟ مفيش مروح النهارده غير لما نفضي النجف ده من الذهب كله. ايوه بس ده شغل 3 ايام يا عم فتحي. الله، احنا ورانا ايه يعني؟ اهم حاجه السبيكه اللي تخرج تروح على شنطه العربيه على طول. لا خلينا نلمهم كلهم هنا مره واحده ونليلهم في الاخر عشان نعدهم. طب ليه يا جماعه ما جبناش حد يشتغل معانا الشغلانه دي؟ ما ينفعش يا احمد، الشغلانه دي لازم تخلص كتامي. عارف يعني ايه كتامي؟ لما واخده كده عامله زي العوره. عارف يعني ايه العوره يا احمد؟ العوره عايزه ايه؟ عايزه سدها يا توحه. بالظبط كده، يبقى مفيش حد يعرف على الموضوع ده اي حاجه. بلولا الجدع اللي اسمه ماجد رمسيس ده شريكنا، والله العظيم ما كنت قلت له. لا يا حاج، ماجد رمسيس ايه؟ من غيره ما كانش يبقى فيه ذهب. احنا كلنا في مركب واحده يا حاج، ما تخافش. كان يبقى ابوك معانا طيب، ولا حبشي ولا حاجه؟ لا خلي ابوك بعيد عن الموضوع ده، ممكن يبوظ لنا الدنيا. وحبشي كمان هيعمل لنا فيها وعظ بقى، ويقعد يبكت فينا. احلى حاجه اللي احنا فيه ده، لا حد يمسك علينا زله ولا حد يذلنا بحاجه. انا دلوقتي نفسي افهم، الذهب بتاعنا وشارينه بفلوسنا، ياخدوا عليه جمارك ليه؟ اهو اضطرونا نهرب اهو. انا والله العظيم ما عارف موضوع الجمارك والحدود دي لازمته ايه. ما يسيبوا الدنيا مفتوحه،
اللي عايز يشتري يشتري، واللي عايز يبيع يبيع، ومفيش مشكلة إلا السلاح والمخدرات يا حاج. خلاص يا عادي حمادة، قول قولك، احنا كده كده ما بنشتغلش فيهم إلا السلاح بالمكسرات. كان عايز يفلت مني ويبوظ الاتفاق، بس انا ايه، ما سبتوش، قفشته في اخر لحظه ولا ايه يا جورج؟ وقعدنا واتفقنا على كل حاجه الا بند واحد. قلت له لا معلش يا جورج اخويا، البند ده بالذات لازم ارجع لاولادي فيه، ولازم تفهموا ان انا شخصيا مش موافق عليه خالص. بس احنا عايزين نعرف الاول يا حاج ايه هو البند ده. اسم المحلات ما تتغيرش. يبقى اللي اقوله شرط اخر نور، نص الفلوس اللي ابويا اتفق معاك عليها هي اللي هتدفع بس. الله، نص الفلوس ازاي؟ لا ده مستحيل يا حاج. لا لا لا، اللي حضرتك بتقوله يا مهندس هو اللي مستحيل. ما ينفعش نرمي اسم شركاتنا كده ونشيل اسامي محلاتك لمؤاخذه العمر كله بدون اي مقابل، ما ينفعش. احنا هنشتري المحلات كلها يا مهندس، مش محل ولا اتنين. تمام تمام يا سيد الدكتور. ولازم تعرف حاجه يا سي جورج يا اخويا، بس والمسيح الحي ما تزعل مني، انا هقولها لك واخلص ضميري. موضوع هجرتك ده وانك هتسيب مصر خالص هيسمع في الساغه كلها، وده معناته ان السياخ هيعرفوا انك هتبيع هتبيع، وده هيخليهم يتكوا عليك جامد قوي. يعني من الاخر كده مش هتلاقي اتفاق احسن من اتفاقنا. انما اقول لك يا اخويا جورج، انت عايز تهاجر ليه؟ ما البلد دي احسن من غيرها. انا بالنسبه لي اتولدت هنا ونفسي اموت هنا، بس الولاد هما اللي قلقانين من حكاية الجماعات والتطرف، مش عارفين البلد راح لحد فين. هتروح فين يعني؟ هتروح للخير كله إن شاء الله. مصر دي طول عمرها محروسة، والنبي ما هيحصل لها حاجة أبدا يا جورجي. طب قول لي يا مهندس، يعني اشمعنى قبرص بالذات؟ ليه بقى مش أمريكا، كندا، حاجة كده يعني؟ حماتي يا سيدي عايشة هناك في قبرص. بعدين كويس، لأن المسافة بين هنا وقبرص ساعة واحدة، وانا حابب ان انا اكون هنا وهناك. انا بيتي لسه هنا، ما اتباعش ومش هبيعه، هي المحلات بس اللي همها. وانت يعني لمؤاخذه يعني يا عم جورج، هتشتغل هناك ايه؟ في الدهب برضو؟ وانا بعرف اشتغل في حاجه غيره. يا سيدي ربنا يبارك لك يا مهندس، ربنا يبارك لك. طيب احنا كمان في الحي ما بنعرفش نشتغل غير ان اسامينا تبقى على محلاتنا، وانت راجل محترم وكلمتك واحده، عشان كده ان شاء الله هنتفق ونلغي البند ده ونشتري على طول. واحنا يا عم اكراما لمعرفتك بالحد هنزودك 10% عشان تلغي البند ده. ليه يا حاج؟ ليه يا حاج؟ مكان ممكن يقف من غير حاجه خالص. جرالك يا احمد. ليه؟ عشان انا قلت كده ولا ايه؟ ماليش كلام انا. الله الله الله، بتصلي على النبي ولا ايه؟ انا اسف، انا اسف ان فعلت حاجه. طب انا اسف، اتفضل. وانا مش هكسر كلام الحاج، ومش هزود حاجه على 10% اللي حكمت بيها كده. ماشي خلاص يا سيدي جورج، نبقى اتفقنا على بركه الله. نقرا الفاتحه بقى. طب بالنسبة لعم جورج؟ هو يتصرف. أنا بقترح إننا نأجر 5000 فدان هنا وخمسة هنا وخمسة هنا، عشان نستفيد من اختلاف طبيعة الأرض في الناتج النهائي لكل محصول. ماشي، بس قبل ما ناخد أي قرار نرجع للدكتورة هناء. أحمد هيرفض يا محمد، هيقول ما تدخلوش مراتي في مشاريع. يا عم وإحنا هنسفرها أمريكا؟ إحنا هنديها المعلومات اللي عندنا، تحليل التربة، المناخ، الزراعات السابقة، هي بقى تاخد الكلام ده وتعمل لنا تقرير نشتغل على اساسه. خلاص يبقى اقول له انت، ما تدبسنيش انا في مواضيع زي دي. وبعدين لازم حد فيكم يسافر امريكا، مش هينفع نعمل الموضوع كله من هنا. احنا بس يجي لنا بيان تفصيلي بالمصروفات وساعتها نقرر مين فينا اللي هيسافر امريكا. انا اهم حاجه عندي تكاليف الذره والقمح، اي حاجه تانية مش هتفرق. متهيألي البطاطس اهم لان نسبه التالف فيها اقل. والله يا استاذ ماجد انا بفكر اسافر انا السفريه دي حتى قبل ما ناخد اي قرار. اول واحد يروح هناك برضو يشوف الامور على طبيعتها، وبعد كده نتكل على اللي خلقنا. مش عارف والله، يعني عمال اقول بعد اذنك ولو سمحت وعشان خاطري يا حاج، وبرضو بتتعصب عليا، اعمل ايه عشان تعاملني بالراحه؟ وها انت يا فتحي يا ابني ما بقتش تسمع خالص. يا ابني سيب اخوك يكمل كلامه واسمعه للاخر وبعد كده برد. ما انا عارف هيقول ايه يابا، عارف هيقول ايه. هيقول لي بطل تصرح، بطل اندفاع، اندفاعك ده بيخسرنا. هو ده كلامه على طول معايا. لا اله الا الله، لا هي مش دي الحقيقه يا حاج. له انت لولا تصرعك ده والعشرة في المية كان راجل هيوافق من غير حاجة والله، او كنا نقول له 5% بداية وننهيها برضو ب5%. يا اخي كسر حقك، كسر حقك وحق اللي جابوك كمان. انا ده قلت انا كده خلاص، هو ده كلامي. هتعلق لي المشنقة؟ استغفر الله العظيم يا رب. ايه اللي بتقوله ده يا واد يا فتحي؟ تجننت يا ولد؟ تقول له كسر حقك اللي خلفوك كمان؟ يا ضيع الوهده كده مشان ايه وكلام شات ايه؟
احنا بس بنضرب لك جرس عشان تاخد بالك. طب انا عايز احكي لك حاجه يابا. معلش بقى يا حاج ما تزعلش مني. في طلبيه جابها ب 3 مليون جنيه، قسما بالله الطلبيه دي بنجيبها هي ب 2 وربع. ليه؟ انا بسال ليه؟ الحاج فتحي عمره ما كان بيعمل كده يابا، دي تصرفات مش مظبوطه. ليه؟ ايه اللي جد علينا؟ يا ابني يا حبيبي، ما انت لازم تبطل الهباب اللي انت بتاخده ده، لان الهباب اللي بتبلعه ده هو اللي بيخليك متنرفز ومتعصب على طول، وعايز الدنيا كلها تمشي على مزاجك زي ما انت عايز. بعد اذنك بقى يابا، الحاج فتحي بعد اذنه يعني يتخلى عن التوقيع منفردا بعد كده لو سمحت. ليه على نفسك ليه؟ ما بلاش وقع خالص يا ابني. يا حبيبي ما انتوا هتوقعوا انتوا الاثنين مع بعض، يا انت ومحمد، يا انت واحمد، زي ما محمد واحمد بيعملوا. ما لهاش حاجه دي والله يا ابا. ربنا يعلم اني لما بقول كده حق التوقيع مجتمعين، ده عشان مصلحتنا كلنا. خلاص اللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه. طب بس ايه ده يا حاج؟ ايه ده يا حبيبي؟ ايه ده؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. طيب قدام ابوك كده لو في اي حاجه انت مضيتها واحنا ما نعرفش عنها حاجه، الله يبارك لك قول لنا. طبعا مضيت شيك ب 8 مليون جنيه للدكتور بتاع الوزير بتاع التنميه الاداريه، زميل الدكتور التاني اللي اسمه عبد القادر، اسمه جمال، دكتور سعيد السيد، سمير السيد. سعيد السيد يا حاج؟ وليه 8 مليون؟ عشان نجيب كتب وكراريس من خلال الشركه بتاعته. عن طريق الشركه بتاعته. شركه؟ وايه الشركه دي اللي الوزير شريك فيها؟ الشركه الدوليه للخدمات المتكامله يابا، ودي بقى شركه على قدها قوي قوي. لو وردت لنا بضاعه ب 2 مليون جنيه نبوس ايدينا وش وضهر. 2 مليون جنيه؟ طب وال 6 مليون؟ وحياتك ما هنشوف منهم حاجه يابا. طب انا هقول لك، الشركة دي السنة اللي فاتت عملنا معاها مناقصة بمليون جنيه مش 8، لحد دلوقتي في 200,000 جنيه ما وردوش بيهم أي حاجة يابا. نقوم احنا نكافئهم ونعمل معاهم عقد ب 8 مليون في شرع مين؟ أخوك المجنون بقى يقول لك في شرع مين؟ في شرع الثلاث وزارات اللي الراجل ده ماسكهم. إيه؟ مش عاجبك ثلاث وزارات يا أحمد؟ هنعمل بيهم إيه يابا الثلاث وزارات؟ لا مؤاخذة، هينفعونا في إيه؟ هيكسبونا إيه أكتر من اللي احنا بنخسره يابا؟ احنا مش عايزين الحكومة، احنا عايزين الناس. احنا مع الناس، هنبقى دولة جوه الدولة، هنبقى حكومة للحكومة يابا.